بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. يوم تاريخي من مكان استثنائي، معانا قامات خاصة جدا إعلامية وصحفية، تحسبهم على الرياضة، تحسبهم على السياسة، ولكن مؤكد تحسبهم على الثقافة بشكل عام. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وألف ألف مبروك. لحظة تاريخية يحتفل فيها الأهلي مع كل الأهلوية ومع كل جماهير الرياضة المصرية بافتتاح الهرم الرابع، المقر الرائع والرابع للأهلي في القاهرة الجديدة، في حلقة استثنائية النهاردة من هذا الحدث الكبير. ألف ألف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك لك. يوم بيجسد المعنى الحقيقي للأهلي بكل تفاصيله، ولكن دعنا نرحب بقى بضيوفنا. علشان الحدث استثنائي واللحظة تاريخية، كان من المهم يكون معانا اتنين من القامات الصحفية والإعلامية الكبيرة، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر. أهلا بك يا أستاذ نبيل. أهلا بك وأهلا بكل الأهلوية، كل سنة وهم طيبين. يوم سعيد، يوم جميل، يوم مجيد، يوم تاريخي، يوم فرحة لكل المصريين، ومش الأهلوية بس، لأنه ده جزء من التنمية التي تتم في مصر، فيسعد بيه كل المصريين والأهلوية بشكل خاص. أهلا بك يا أستاذ نبيل. والموسوعة الرياضية متعدد الجوانب اللي المهندس عدلي قال، تحسبه على الرياضة ماشي، تحسبه على الثقافة ماشي، تحسبه على التعليق الرياضي ماشي. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية والنقد الرياضي الكبير والمعلق، ومش عايز أكتر بقيت التايتل يا أستاذ أشرف. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك والباشمهندس عادل القيعي ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وملك وكتابة، البرنامج الأهم والأبرز على الساحة الرياضية. وسعيد إن أنا أهني كل الأهلوية، كل سكان منطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة اللي بقي فيه متنفس كبير لهم وعريق، كانوا بيتمنوا يكونوا موجودين في الجزيرة أو في مدينة نصر، جالهم لغاية عندهم، فحاجة جميلة جدا. بنهني مجلس الإدارة وكل جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بالمقر الرابع. أهلا بيكم. هو أنا لو قلت إن اليوم ده ما يخصش النادي الأهلي ولكن يخص مصر كلها، ويخص لكل إنسان مخلص بيبني طوبة في أي اتجاه لهذا الوطن الحبيب، أبقى مبالغ ولا متحيز للنادي الاهلي يا استاذ نبيل؟ لا قطع، ليس تحيزا. مصر بتبنى بكل حته وكل شبر فيها، والنادي الاهلي لانه نادي بناؤه بناء وطني، وكان صرح مصري اصيل في هذا الوطن، فشيء طبيعي جدا ان يكون هذا البناء يخص كل مصر. يعني لان انت بتربي شباب، بتعلم اجيال، بتقدم نموذج للاستثمار الحقيقي. الناس اللي زي بتتكلم على الاستثمار وعايزين مستثمرين طب احنا بقى النادي الاهلي، او هذا هو النادي الاهلي يقدم هذا الاستثمار، يستثمر، بيحول الارض والمباني الى استثمار في البشر، لان في النهايه من الذي يستمتع بقى؟ البشر. البشر دول بيطلع منهم مهندسين واطباء ومحامين ومحاسبين ودكاتره وفي كل افرع الحياه وتكنولوجي، يعني كل حاجة، حتى لو عمال مهر. جسم سليم، عقل سليم، يخدم مصر في النهاية ويخدم مصر. إذن لا نبالغ إذا قلنا إن ده صرح في طوبة في عمارة مصر الحديثة. يعني نفس الرأي ده. الكلمتين اللي اتقالوا يا باشمهندس عادل يا كابتن إبراهيم، في الكلمتين الرئيسيتين، كلمة كابتن محمود الخطيب وكلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكلمتين شملوا المعنى اللي قاله الأستاذ نبيل عمر دلوقتي، اللي هو بناء مصر في الجمهورية الجديدة بيتطلب أي بناء يحول الصحراء إلى جنة غناء زي ما احنا شايفينها، يحيي هذه المنطقة. دي بيت الوطن هنا، دي منطقة كبيرة جدا في القاهرة ممتدة إلى العاصمة الإدارية، فمتخيل حضرتك حتى سكان العاصمة، سكان الشروق، مدينتي، كل المناطق المحيطة بالتجمع الأول والثالث والخامس، أعتقد النهاردة متنفس رائع بينقل كمان المنطقة. شوف حضرتك التعامل، زي ما مدينة نصر لعبت دور يا باشمهندس لما تأسس نادي مدينة نصر أو مقر مدينة نصر، رفع المنطقة قيمة ومالا. النهاردة نفس الحكاية، كل دول مستفيدين بنقلة حضارية حصلت بافتتاح النادي الأهلي. أستاذ نبيل، الأستاذ أشرف أشار لنقطة
فكر الإعمار في تاريخ النادي الأهلي، ولعل من اللافت جدا وانت واحد من المهتمين بالتاريخ الرياضي وطبيعة النشأة في النادي الأهلي، ان ينشأ النادي الأهلي في 1907 لأهداف ودوافع وطنية، واليوم المقر الجديد بتاعه يتواجد أمام بيت الوطن وكأنه ده نادي الوطن بجد. رسالة الأهلي عبر أكتر من 100 سنة انت شايفها ازاي؟ نادي الوطن مسألة بديهية وصادقة وواضحة من أول لحظة. الأهلي أهلي النادي الوطني هو من أول لحظة، وإحنا قلنا حتى الفانيلة الحمراء واخدها، ده كان علم مصر في ذلك الزمان، يعني من أول لحظة هو الوطن هو هدف النادي الأهلي، وبالتالي بناء في الوطن، صرح في الوطن. وأهم حاجة في النادي الأهلي وعلى فكرة هو النموذج البشري، التنمية البشرية. يعني البطولات أو الإنجازات كلها في النهاية بشر، مش مباني، مش يعني حمام السباحة في النهاية إيه؟ أبطال سباحة. صالة تنس طاولة، أبطال في تنس طاولة. صالة سلة، أبطال في السلة. على المستوى القاري، على المستوى المحلي، على المستوى العالمي، يعني الأهلي دائما بيقدم نموذج المواطن المصري للعالم الخارجي كمان. لأن أنت لما ترفع الأهلي يلعب نهائي أفريقي أو بيلعب هيلعب كأس العالم للأندية في الأربع رياضات الصالة وكرة القدم، نمو هنا الأهلي بيعمل إيه؟ بيقدم مصر عالميا في أربع لعبات في وقت واحد وفي سنة واحدة للكرة الأرضية. ماذا يعني هذا؟ أن المصريون شعب قادر على صناعة التنمية. هؤلاء المصريون قادر، يعني هو عبارة عن عنوان ضخم جدا بالنيون لمصر، وده ليس فيه مبالغة ولا يقلل من أي شأن أي آخر. أي حد عاوز يريد أن يقلد، أن يتبع، أن ينفذ، أن ينمو، أن يستثمر. والأهم حاجة عايز أقول لك حاجة، ده استثمار مصري، دفع ثمنه المصريين، بناه المصريين، عمل المصريين من A to Z، ما فيش فيه اي حاجه خارج مصريه، وده معنى مهم جدا. كما كان مصر تمصير الرياضه المصريه عبر تاريخها كله، يعني بناء النادي الاهلي جزء من الحركه الوطنيه المصريه، ثم بدا تمصير الرياضه المصريه. الاهلي الان يقول المصريون يستطيعون ان يعيدوا بناء مصر وبناء مصر الجديده باموالهم وباستثماراتهم والنموذج اهو. طيب انا قلت اليوم كل تفصيلاته بتشاور على النادي الاهلي وعلى انه هو ده النادي الاهلي وهي دي شخصيه النادي الاهلي. اول تفصيله ان يقف الكابتن محمود الخطيب لينسب الفضل لكل مجالس الاداره السابقين، ولو دخلنا في التفاصيل هنكتشف ان مدينه نصر الشيخ زايد لابد ان نذكر الفريق مرتجي، الكابتن صالح، الكابتن عبده صالح الوحش، الكابتن صالح، الكابتن حسن حمدي، الكابتن محمود طاهر، الأستاذ محمود طاهر، ثم الكابتن محمود الخطيب. كلهم كل واحد عمل دور مهم في إنشاء الفرعين دول. وعندما يأتي ذكر هذا المقر الجديد في التجمع لابد أن نذكر أن المهندس محمود طاهر صاحب الفكرة، وأتى الكابتن الخطيب ليطور وينقل المكان ويبتدي يشرع في التنفيذ ويفتتح. إذن هو يعني فكرة أن النادي الأهلي أولا بيفخر برموزه وبتداول السلطة دون ثمة غيرة، ما حدش غيران من حد. هل دي يعني سمة عامة ولا تخص النادي الأهلي؟ دي سمة تخص النادي الأهلي ورسخ الأساس بتاعها عبر تاريخه. يعني لما قال الكابتن الخطيب في كلمته جيل بيسلم جيل، ما دي عبارة ورسالة واضحة، إصراره على أن قال إحنا سلسلة، السلسلة أيوة. حلقات متصلة مش أيوة. منفصلة أيوة. فبناء عليه أنا عايز يعني أحيي الكابتن الخطيب، كلمته النهاردة كان فيها جملة من الرسائل الواضحة والمباشرة، الوطنية والوفاء والتاريخ وتحية الرموز وتحية العمال، واللقطة اللي طلع كل جبر عنصر الخواطر، ما هي دي جبر الخواطر، يعني انه يطلع عامل وعاملة ومهندس وطالعين بالزي بتاعهم
شكر ليهم انه يوصلوا العمل للنهار ويديلهم ويديهم درع النادي الاهلي وعلم. شفت حتى الرجل اللي خد العلم يقبل العلم بحراره اكنه واخد صك حاجه جامده جدا في تاريخه في حياته. دي لقطه لن تنمحي من ذاكرتهم ولا ذاكره اولادهم. فالوفاء كان عنوان لمن بذل وضع اي لبنه او اي طوبه في مسار النادي الاهلي في كل الفروع اللي حصلت، الاشاره على ان جيل بيسلم جيل، ان السلسله متصله متماسكه، مفيش حد بيبحث عن، وده قالها برضو، مفيش حد بيبحث عن مجد شخصي او مصلحه شخصيه. الكل الاهلي اولا. فده اللي مخلي شكل النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي في حته تانية بجد. انا بس عايز اضيف حاجه هنا في الجزئيه دي، فكره الدرس بقى. الاهلي يمتاز بده، هو ده النموذج اللي بيقدمه المجتمع، ان اي نجاح هو عمل جماعي وفي تعاون شديد وفي فكره الولاء للفكره. الفكره هنا الاهل، الفكره هنا البناء، الفكره هنا التعمير، الفكره هنا التوسع، الفكره هنا النمو المطرد. هذه الفكره تنتقل من جماعه، من النادي الاهلي، من جماعه النادي الاهلي الى باقي المجتمع المصري. بنقول للمجتمع المصري او الاهلي بيقول للمجتمع المصري، هيا بنا نمضي على هذا الدرب حتى نحقق ما نريد، لاننا لن نصل الى ما نريد الا بهذه الطريقه، التعاون والعمل الجاد وعدم الانانيه والافراط في الحديث الشخصي عن مجد اشخاص. لا، العمل لا يتم الا جماعه ومؤسسيا. طيب عموما يا استاذ اشرف، يعني انا هتكلم معاك كتير في جزئيه قراءه في تفاصيل الحفل وما فيه، بس خلينا احنا الثلاثه صحفيين نبدل الكراسي، وكل فينا كل واحد فينا له سؤال عند المهندس عدلي باعتباره القيمه الكبيره اللي حاضره في الحفل. يعني انتوا هتتفقوا عليا؟ انا هساله السؤال. فالاستاذ اشرف اول سؤال. يا باشمهندس عدلي، انت حضرتك واحد من رموز النادي الاهلي، وانا كان لي الشرف اني اطلقت على حضرتك لقب الفيلسوف من حوالي اكثر من ربع قرن. على مدى التاريخ الطويل وانت تطالع هذا الكيان الوطني الرياضي وهو يكبر ويكبر ويكبر، هل وصل لمرحله النفاق توقعاتك الشخصيه حينما انضممت لاول مره لاداره النادي الاهلي كعضو مجلس اداره او كمدير للنادي؟ هبتدي من الاخر، سؤالك المباشر فاق توقعاتي. ايوه فاق توقعاتي، لكن ما فاقش احلامي. يعني انا يعني كنت اتمنى ان ارى النادي الاهلي، وعلى فكره وانا مدير نادي جات لي الفرصه ان ادرس هذا الامر، لكنها كانت فكره بعيده شويه. ومن هنا سالح على ان احنا نفكر فيها، ان احنا كان ناس من كاليفورنيا جم قابلوني وانا مدير نادي عشان الاهلي يعمل فرع، وخصصوا 50 هكتار عشان يعمل فرع في كاليفورنيا في امريكا. ايوه، وقالوا لي وقعدوا يسببوا الاسباب، بس احنا وقتها انت عارف الاولويات كنا ماشيين في مدينه نصر، وكنا ماشيين مش عارف ايه، والدنيا اتغيرت وانا غيرت موقعي. لكن من هنا ابتديت اقول ليه لا، انا شايف الاهلي ينمو هذا النمو زي ما بتقول الذي فاق توقعاتي، لكن ما فاقش احلامي. احلامي أن يكون للنادي الأهلي في كل بلد أوروبية، آسيوية، أمريكية فرع للنادي الأهلي، لأن الجاليات المصرية طواقة جدا أن يكون الأهلي هناك. وأنا بقول حاجة بقى مهمة جدا، بما أن أنا تحولت إلى يعني بتسألوني ضيف. يعني وجود النادي الأهلي يا جماعة بالمعنى الاستثماري والتسويقي هو مسوق جيد للأحياء والمناطق. نعم. وأي مكان يتوجد فيه النادي الأهلي هو ينمي المنطقة. المتر أبو 100 جنيه يبقى بألف وبعشرة وأحيانا بمئة ألف. إذا النادي الأهلي أنت بتقول موجود جنب بيت وطن، بيت وطن هو مشروع للمغتربين. نعم. عشان يلاقوا يرتبطوا بالوطن، يلاقوا أرض مكان. يبنوا ليهم ولأولادهم شيء. نعم. يذكرهم. نعم. بارتباطهم بالوطن. فيأتي إليهم النادي الأهلي مؤكد وأنا عارف بقى دي عن قرب، يعني لأني ارتبطت بالعمل
في المجال العقاري أن كثيرا من المسوقين العقاريين يشيرون نعم إلى أن الترويج بجوار النادي, النادي الأهلي. أكثر من كده أنه بيحطوا ضمن الباقة التسويقية بتاعتهم عضوية النادي الأهلي. طبعا يرفع بيها الوحدة بعضوية النادي الأهلي. صح. إذن النادي الأهلي يا جماعة تجاوز من أنه مكان إلى أنه فكرة. نعم. فكرة تلهم وفكرة تثري وفكرة تدوم. هو بيحقق الهدف بتاع الامم المتحده. سؤال انا بقى الرياضه. طيب استاذ نبيل, استاذ نبيل له سؤال مهم وانا هيكون لي سؤال ايضا اهم, لكن هنطلع لفاصل عشان نشوف الزميله روزان نصر معاها الكابتن بدر رجب والكابتن اسامه عرابي, اتنين من نجوم الاهلي القدامى اللي كانوا عايشين هذه اللحظه التاريخيه, وبعد كده هنرجع نشوف السؤال الشائك اللي الاستاذ نبيل مجهزه للمهندس عدلي. برحب بيكم طبعا كل مشاهدين قناة الأهلي, مكملين أكيد لقاءاتنا في احتفالية افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي. حاليا معايا طبعا كابتن أسامة عرابي نجم الأهلي السابق وكابتن يعني بدري رجب مدير الفني لقطاع الناشئين. برحب طبعا بيكم على شاشة قناة الأهلي, منوريني أكيد. خليني أبدأ معاكم وأسألكم على النهاردة طبعا رأيكم في الافتتاح. حاجة تسعد كل جماهير النادي الأهلي, أعضاء النادي الأهلي, كل من ينتموا النادي الأهلي. بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب, لأنه صرح كبير جدا, صرح الرابع للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة. يمكن إحنا جيلنا أنا وبدر حضرنا بس لما كان فرع النادي الأهلي في الجزيرة فقط, فكنا بنحلم إن إحنا نشوف فروع أخرى للنادي الأهلي أو مقرات أخرى. كنا بنحلم بملاعب كبيرة, إحنا كنا ملعب الجزيرة كان كل قطاع الناشئين والفريق الأول بيتمرن فيه. فعشنا وشوفنا مدينة نصر بتفتح, بعدين الزايد, وأخيرا وليس أخيرا يعني الصرح الكبير في القاهرة الجديدة. حاجة منشأة عظيمة جدا, وزي ما قلت تفرح كل أهلاوي, ومش بس الأهلوية, لأنه إحنا كأهلوية ماشي كفرق رياضية بنشجع الأهلي وننتمي للنادي الأهلي, لكن هو مفخرة لمصر كلها, لأن حتى داخل النادي الأهلي في ناس مش بينتموا للنادي الأهلي, أعضاء ما بينتموش لأندية أخرى لكل المصريين يعني. فاللي بيجي بيلعب سباحة, واللي بيجي يلعب ألعاب أخرى, وممكن ما يكونش منتمي للنادي الأهلي. فهو صرح وإضافة كبيرة للرياضة المصرية, لكل الرياضة المصرية ولنادي الأهلي وأعضائه بصفة خاصة. كابتن أسامة نورتنا أكيد. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين, طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي. في البداية أعرف منك بقى إيه رأيك في النهاردة في اليوم, طبعا افتتاح كبير يعني النهاردة في أحداث كبيرة وكواليس كبيرة, كلمني النهاردة على رأيك في اليوم. خليني أقول لك قبل الاحتفالية رحب بس بكابتني كابتن أسامة عرابي, كان وحشني جدا وسعيد بوجودي معاه النهارده. معلش هاخد منه الكلام ده, انا اللي لازم ارحب بيه انا بس يعني. انا قلت انت هتقدميه وببارك له على انه مسك القطاع ان شاء الله من حبيبي. الناحيه الفنيه وكمان يبقى مسؤول في نواحي اخرى, وبدري يستاهل كل خير ولو باع كبير جدا في القطاع دوت في قطاع الناشئين واخرج على ايديه يعني اجيال كتيره, وان شاء الله يكمل ان شاء الله. خليني اقول لك ان انا فرحان ان انا اهلاوي بصراحه يعني. يعني الصرح الكبير اللي بشوفه قد ايه المجهود مجلس الاداره اللي موجود ومجالس الاداره السابقه بيكملوا بعض, فالنهارده بنشوف صرح كبير للكره المصريه وللنادي الاهلي بالاخص, وسعيد جدا باللي شفته, لان احنا نادي الاهلي بيضاهي النوادي الاوروبيه. يمكن النوادي الاوروبيه ما فيهاش نفس الصرح ده بصراحه. مجهود كبير جدا لمجلس الاداره, مبروك لاعضاء النادي الاهلي, مبروك لكل محبين الكوره في مصر, وسعيد ان انا حضرت حاجه يعني. انا لسه نازل من الامارات ما بقاليش يومين, وفرحان جدا بوجودي في النادي الاهلي الجديد, وبتمنى ان شاء الله الاداره اللي موجوده تنشئ فروع تانية للنادي الاهلي, لان النادي الاهلي يستاهل مننا ان احنا كلنا نتعب عشانه بصراحه يعني. بشكركم طبعا ونورتوني, نورتوا شاشه قناه الاهلي, بشكركم طبعا يعني. الفرحه في كل مكان اكيد يعني. لقاءاتنا ما زالت مستمره مع حضراتكم, طبعا العوده لكم مره ثانيه.
رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وأعتقد شفتوا فرحة الأهلوية وشفتوا انطباعاتهم في هذا الحدث التاريخي. كنت قبل الفاصل بعد ما سألت الأستاذ أشرف محمود سأل المهندس عادل السؤال، لكن الأستاذ نبيل عمر بشقاوة الصحفي برضه عنده سؤال بيقول لي شائك قوي للمهندس عادل. طبعا احنا في الفاصل يا ساتر يا رب، مطالب مني أجهز السؤال، قعدت أشبك في السؤال عشان نطلع دبوس في دبوس في دبوس في دبوس كده لحد ما طلعت السؤال. استاذ عدلي، دلوقتي عبر خبرتك الطويله دي، حاجه ملحوظه الناس عايزه تفهمها، النادي الاهلي زي ما يكون في حته تانية. الفيروسات تضرب كل الانديه بشكل او باخر بطريقه اخرى، مشاكل مش عارف ايه، خناقات، طالعين نازلين. النادي الاهلي كان زي ما يكون واخد تطعيم او تحصين ضد. من خلال خبراتك ايه اللي خلى الاهلي، وتقول للناس ليه الاهلي جميل بعد كل هذه الناس. جميل جدا، لانه بيفتح لي سكه. انا دائم، وابراهيم عارف هذا الكلام، النداء للاعضاء والجماهير دائما اقول حبوه كما وجدتموه. اي واحد بيحب النادي الاهلي وعايز يضيف اليه من فكره ومزاجه بقول له بلاش، لان انت لما حبيت النادي الاهلي حبيت فيه حاجات محدده بالشكل ده. طب الحاجات المحدده دي جت ازاي؟ انه تمسك بثوابت قائمه في جينات الاهلي، مفيش طرف انك تغيرها. يعني كل مجالس الادارات المتعاقبه والمسؤولين ماشيين على كتالوج لا يجرؤ احد انه يغيره، واللي بيحاول يغيره بتبص تلاقي الجمعيات العمومية بتسيطر عليه وتصوبه وترجعه، أو بتجيب حد تاني يرجعنا لنفس الكتالوج. فمش الثبات على اللي هي المؤسسية، مؤسسية النادي الأهلي هو له كتالوج ماشي عليه، الذي يتمسك بالكتالوج أهلا وسهلا، في خلال وفي إطار قيم وثوابت هذا الكتالوج انت تقدر تطور. الشاطر بقى، المسؤول الشاطر اللي بيختصر الاوقات، يختزل الوقت، يقدر يتحرك بسرعه تفوق غيره، ادي المنافسه هنا. انما محدش بيضيف قيم جديده، لان القيم الراسخه اللي احنا تربينا عليها هي كافيه، مش للاهلي كافيه، انك انت لو تبعتها في حياتك الشخصيه انك تعيش حياه انت واسرتك حياه سليمه. فانا اطمنك يا نبيل بيه ان احنا متمسكين جدا، واعتقد ان دي جزء من رساله هذا البرنامج، ان احنا دائما نقول جماهيرنا حبوا الاهلي كما وجدتموه. هذه هي النصيحه الكبرى والفضيله الكبرى. نشوف سؤال ابراهيم بقى. طيب سؤال يا باشمهندس. بس مش عايزين سؤال خفيف. لا ما يعني انتم مفيش اسئله خفيفه، اصل انتوا هتسالوا وهتمشوا، لكن انا معاها كل اسبوع. انتوا هتخلعوا مني يعني. باشمهندس انت شاهد على العصر في النادي الاهلي، واحد من اللي عصروا النادي الاهلي بعمق من الداخل، ربنا يديك الصحه وطوله العمر، عبر هذه السنوات وهذه المقرات. بصراحه ايه اللي اختلف في عضو الاهلي الحالي عن عضو الاهلي اول ما انت التحقت بالنادي الاهلي؟ اولا انا لما تعاقب النادي الاهلي كانت الجمعيه العموميه لا تتجاوز 1500 عضو. النهارده تقترب من المليون وتزيد عن المليون. وهذا بيحط عليك ضغط في فلسفه تقديم الخدمات وتوصيل رسائل النادي الاهلي. زي ما قلت لك حبوه كما وجدتموه، احنا كنا تقريبا عارفين بعض بالاسم، يعني احنا تيجي كانت الانتخابات نكاد نكون شله تقعد تجتمع تتوافق على المجلس. المعركه الانتخابيه كانت معركه ممتعه، لان شله اصحاب سهرانين الصبح مع بعض، وينزلوا انتخابات، تخلص الانتخابات يسهروا مع بعض، هم الناجح والذي لم يدركوا التوفيق، ويقعد كل واحد يستنى فرصته بعد 4 سنين. دلوقتي انت تخش النادي، طبعا الجمعيه العموميه كبرت، ناس كتير جدا ما تعرفناش الا بصفاتنا الاعلاميه، لكن بصفاتنا كاعضاء في النادي
ما كانوش هيعرفونا. فتوصيل رسالات بقى عبر الإعلام، وهنا تتضح قيمة الرسالة الإعلامية وخطورتها. والإعلام يشاركك في السوشيال ميديا اللي أصبح فيه صحفيين هو ومحترفين خلف الكيبورد ومن منازلهم، مش كلهم يسمعوا كلامك أو مش كلهم يصدقوا كلامك. المسألة بقت أكثر صعوبة، ولكن اللي بيحب الأهلي حقيقة بيفضل متمسك وعايز يفضل النادي الأهلي، لدرجة أن أنت لما بتاخد قرار بتبص تلاقي اللي بيضغط عليك أنك ما تتراجعش فيه جمهورك. أوعى أوعى، الأهلي ما عملش كده. طبعا الصعوبة نشأت من النمو الهائل في جماهيرية الأهلي، ولكنها أيضا أصبحت ميزة أن الأهلي يؤثر في كل هذه الملايين ويصبح أحد روافد التعليم الأخلاقي والقيمي في هذا الوطن. جميل، ما ارضلكش أنا بالزنقة من الإخوة الصحفيين، فخليني أنا أرد عنك بقى. اتفضل. زي ما حاولوا يحرقوا خليني أنا أحرق بقى. تضيف عليا أستاذ أشرف، المهندس عدلي أشار إلى أنه واحدة من أهم المنغصات اللي بتواجه النادي الأهلي الإعلام، وانت يعني انت من انت في النقد الرياضي وفي المسؤولية الإعلامية وفي الثقافة الرياضية كمان، هل شخصيا انت راضي عن الأداء الإعلامي فيما يخص النادي الأهلي ككيان شعبي كبير؟ انا هقول كلام بعيد عن المجاملة وبعيد عن الدبلوماسية. انا غير راض تماما بالمرة عن أداء الإعلام الرياضي المصري. تمام. وانا ناقد رياضي واتشرف واعتز ان مهنتي الصحافة المكتوبة طبعاً. واشتغلت تلفزيون، مقدم برامج في مصر وخارج مصر، ومراسل لأكبر قناة رياضية في الوطن العربي لعدة سنوات العقد من الزمان. صحيح. لا أرى في الإعلام الرياضي المصري بجملته ما يجعلني أباهي بما كنت أباهي به من ريادة للإعلام الرياضي أو الإعلام المصري عموما. نمرة اثنين، النقطة الأخيرة اللي توقف عندها الباشمهندس عدلي، أن الآن دلوقتي في صحافة هاوية أو غير محترفة تجلس خلف الكيبورد أو في البيت أو خلف الشاشة، كل واحد نصب نفسه إعلامي. الإعلام ده موضوع كبير، قوانين ولوائح وأصول ومهنة وأدبيات لا تتوافر في هذا الأمر، وللأسف بيفرضوا رأيهم على الشأن العام. لما تلاقي قنوات بتاخد الكلام بتاع السوشيال ميديا وتحوله لجلسات حوارية، أو تاخد كلام أو هي تحاكي هذا اللون وتجيب اللي هو الاثنين يتنافسوا أهلي زمالك، طب ما أنا بأثير النعرة بتاعت التعصب دون أن أدري. صحيح. واحد انتماءات كل المذيعين تقريبا في جمهورية مصر العربية معروفة بالاسم، فلان كذا فلان كذا. أنا لست ضد أن تكون منتميا، أنا مع أن يكون انتمائي إلى أن تطأ قدمي أرض الاستوديو. ستوب. البدلة بتاعت الانتماء أسيبها برا، خصوصا إذا ما كنت أعمل في قناة عامة. أما قناة النادي الأهلي فانتمي كما تشاء مع احترام الآخر. الآخر ده أي مكان، لأنه أنا من غير الآخر مش هبقى موجود. أهلي بدون زمالك أو بمنتهى الصراحة والوضوح، أهلي بدون إسماعيلي، بدون المحلة، بدون الاتحاد، بدون مصري، بدون بدون بدون، مش هيبقى أهلي لوحده، مش هيلاعب نفسه، مش هينافس نفسه. فرحته باللقب يا أستاذ إبراهيم، يا باشمهندس عادل، يا أستاذ نبيل، فرحة أي لقب بتأتي إن المنافس بتاعك قوي، مش منافس ضعيف أنا في كورتين وخلصته، لا، وأنا مش منافس في لعبة، أنا منافس في لعبات، وأنا وهو بنتنافس على من سيقدم لمنتخبنا الوطني أكبر عدد من العناصر الكفء المتميزة. فبناء عليه إعلامنا الرياضي لما بيجي يتكلم على النادي الأهلي بيبقى من منظور الانتماء، التعصب، أني لا هم يعني أنا في زميل خلاص إعلامي، هو اتفرض علينا بإعلامي لأنه الإعلام أنا ليه وجهة نظر مش أي حد لعب كورة وبطل يبقى إعلامي. عايز أن أفتح قوسين بس، والأستاذ نبيل قد يشاركني، ما فيش حاجه اسمها اعلامي، يعني احنا ده توصيف مصري، احنا صحافي، ده صحافي، احنا صحافي، كل واحد بيقدم هو الصحافه للكل. اخر بالزبط. نقطه هنا بس ما ينفعش حضرتك تبقى ما بتتكلمش على حاجتك وبتنتقد الطرف الاخر على طول. صحيح. ما ينفعش حضرتك ابقى بلعب مع فريق خارج الوطن، حبي وتقديري لكل فرق قاره افريقيا كاصدقاء والوطن العربي كاشقاء، لكن معلش انا لما بلعب انا مع النادي اللي يمثل هذا الكيان، لان انا لما بيتصل بيا زميل من اي بلد عربي بيقول لي مبروك حتى لو كان اللي فايز ده فريق في الدرجه الثانيه مش مهم. فانا بستاذن الجميع انه نعلي من قيم الرياضه الحقيقيه
التسامح والاحترام الآخر ده ما بيجيش إلا من خلال ناموس الرياضة وأدبيات الرياضة. ما ينفعش حضرتك برنامج كله عشان أتكلم على الآخر. النادي الأهلي قلعة كبيرة تمثل الكرة المصرية في بطولة إفريقية، كلنا أيوه. أهلي أيوه. يخلص من مهمته ويرجع الدوري كل واحد وانتمائه براحتك. أما يكون الأهلي بيلعب مع أي فريق محلي افعل ما شئت وتكلم ما شئت في إطار الأدبيات المسموح بيها أيوه. إطار لغة محددة. ما ينفعش أصف لاعب بلفظ أو أتكلم أو يعني التلميحات كمان دي. فأنا بتمنى على إعلامنا عشان نعود إلى جادة الصواب نتذكر دائما وأبدا إنه الكلمة زي الرصاصة طلقة بتطلع ما بترتدش للمسدس بتصيب، فعايزين الإصابة تكون هادفة. أستاذ نبيل هو قال إن الإعلام يعني أصبح بيتجاوز دوره إنه مركز معه من يتصوره منافس ولا يركز على نفسه، ولدرجة إنه بيتباهى بإنه بيشجع ضده ويصرح بهذا. ما أنت طبيعي لما بنتنافس من جواك مش عايزني أنمو، لكن لماذا التباهي بالتصريح دلوقتي ووصل الأمر إلى نوع من تجارة الكراهية؟ وإن بعض اللعيبة اللي مر مرور عابر على بعض الأندية أصبحوا نجوم لمجرد إنه بيقول لك أنا بكره التطاول على الآخر، أنا بكره الأهلي وكراهية الأهلي على وجه. الحقيقة أنا عندي وصف صعب لكن حاولوا، أنا مضطر أقوله، اللي هو فكرة الانحطاط الثقافي. انحطاط بالمعنى الحرفي لفكرة انحطاط الثقافي. يعني إيه كلمة انحطاط؟ عندما تختفي المعايير الحاكمة للسلوك والمفاهيم، بيحصل نوع من الانحطاط، ما بقدرش أقيم صح، ما بقدرش أفهم صح، ما أشوفش الحياة صح إلى آخره. أنا عندي هذا القدر من الانحطاط للأسف الشديد منتشر، هذا من الانحطاط الثقافي. في فرق مهم جدا، في خلطة بين المفاهيم. أنا صحفي غير أما أكون جمهور، أنا لاعب غير أما أكون جمهور. مساحة الجمهور في الحركة أوسع كتير قوي من مساحة وفي المسؤولية والمسؤولية. أنا الجمهور بيفرح ويزعل ويغضب ويتعصب وعنده هذه المساحة. أنا عشان كده حتى ما يغلط أنا بسامح، بديله هذه الفرصة وأقول له ما تعملش كده تاني، لأن أنا إيه الرياضة وسيلة تربية حتى للجمهور. ما ينفعش بقى المد يمارس الرياضة أو يمارس الإعلام الرياضي أو هي إذا جاز التعبير الصحيح اللي هي الصحافة، سواء كانت صحافة مكتوبة أو صحافة تلفزيونية أو صحافة منشورة على مواقع أو مسموع أيا كان نوع هذا النوع من الصحافة، هو هذا النوع يعني، إن أنا انتماء الأولاني لمهنتي. مظبوط، للمهنة طبعا بمعاييرها وقيمها. دايما أنا شوف انتماء المهنة، إحنا كده بنقصر المسؤولية الاحترافية. أنا أبناء المهنة ممكن نقول لهم كده، لكن النهاردة لما يظهر على المشهد الإعلامي لعيبة سابقين ما كانش عندهم أي فرصة، هو لسبب جوهري غير أنه يطلع يشتم. لسبب أنا عندي ما يسمى فوضى غير حاكمة ملاش حكم. طالما في مساحة من الفوضى التي لا يحكمها لا قانون ولا قواعد، أنت عندك هيئات بتحاسب اسما فقط موجودة لكن لا تنفذ القانون ولا كأنها مش موجودة، كأنها لا تعمل. أنا هخليك تكمل بسؤال مكمل بعد ما نطلع الفاصل شكلنا نطلع الفاصل. بس السؤال أقوله ولا بعد ما نرجع؟ لا بعد ما ترجع. الزميلة هنا أبو القاسم معها الكابتن محمد يوسف نجم ومدرب الأهلي السابق، وأيضا رأيه وانطباعه عن هذا الحدث الكبير. ولسه مستمرين معاكم طبعا في لقاءاتنا الحصريه لافتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا احد نجوم النادي الاهلي كابتن محمد يوسف. في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، سعداء جدا حضرتك معانا. عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن الافتتاح، يعني شايفين طبعا لفيف من نجوم الرياضه، واكيد دي حاجه دايما بيكون حريص عليها مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يجمع طبعا كل نجوم الرياضه المصريه. عايزين حضرتك تكلمنا بقى شايف ده ازاي. طبعا انا سعيد ان انا معاكم في قناه النادي الاهلي، بس في نفس الوقت كمان أنا كابن من أبناء النادي الأهلي فخور جدا 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 بافتتاح المقر الرابع، ومن هنا طبعا لازم أشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة بالكامل
وبقول طبعا لكل زملائي وجمهور النادي الاهلي والعاملين في النادي الاهلي ان لازم نفخر ولازم نبقى يعني مستمتعين بان مجالس ادارات النادي الاهلي دايما بتكمل شغل بعض. والنهارده يعني مقر الرابع دي حاجه مفخره، في يعني كل الفاسيلتيز كل الامكانيات اللي ممكن تلاقيها في مستوى نادي في 2023. وبالتالي كمان انا بقول ان دي حاجه بتدعم الرياضه بشكل كبير جدا، ودايما النادي الاهلي سباق، دايما النادي الاهلي عنده الافكار الجديده، دايما النادي الاهلي بيسبق الانديه الكتيره في مجالات كتيره جدا. وبالتالي بحيي كل المسؤولين في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت كمان بشكر الاداره على ان هي جمعت كل الاجيال. النهارده انا شفت يعني زملاء وكباتن ومدربين وزمايل اصغر مننا كمان اجيال بعدينا، فدي حاجه جميله جدا. ودي لازم كل مسؤول في النادي الاهلي او خدم في النادي الاهلي لازم يكون فخور ان هو بينتمي لهذه هذا الكيان العظيم. والله يعني عايزين نتكلم اكتر كمان ان في طفره انشائيه بتحصل في النادي الاهلي، شايفين التراث كمان تراث حديث بيضاهي الانديه العالميه، يعني طبعا احنا بننتمي لهذا الكيان. كون بقى حضرتك احد ابناء طبعا النادي الاهلي وحاصل على عدد من البطولات كنت مشارك فيها، طبعا عايزين حضرتك تكلمنا بقى عن الموضوع ده. بطولات النادي الاهلي 140 بطوله، ودي حاجه مش بتحصل كتير للانديه في العالم. ده نتيجه ان النادي الاهلي دايما بيحط مصلحته، مصلحه النادي الاهلي فوق اي اعتبار وفوق اي مصلحه، وبالتالي دي اللي بتادي البطولات. النادي الاهلي كمان مميز ان كل واحد مسؤول بيأدي دوره وبيبقى عارف صلاحياته. الروح بتاعت النادي الأهلي دي جاية من جمهوره. جمهور النادي الأهلي دايما كان وموجود وما زال بيبقى في ظهر المسؤولين وفي ظهر النادي وفي ظهر لاعبته، فعشان كده بيقدروا ان هم يحققوا بطولات تسعد الجمهور. جمهور النادي الأهلي ما بيرضاش برقم اتنين، دايما عنده رقم واحد، دايما بيبقى طموحه ان هو يفوز بالبطوله. كل الحاجات دي عوامل بتخلي ان النادي الاهلي هو الفائز بالبطولات دايما. لما بيحصل له حتى اي دروب او اي تراجع بيعالج الاسباب بسرعه وبيرجع تاني للمقدمه كعادته. يعني اخيرا بقى عايزين حضرتك تكلمنا عن الطفره الانشائيه اللي احنا بنشهدها. انا عجبني جدا 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 السيستم او النظام اللي ماشي بيه النادي الاهلي، انه بيعمل براندنج للنادي، بيعمل براندنج للايمج بتاعه، وبالتالي محافظ على الستايل، محافظ في كل الفروع، التوحيد الشكل او الديزاين بتاع النادي. لما تخشي مثلا الشيخ زايد زي ما تخشي التجمع زي مدينه نصر، البوابات، الشكل، السور، الحاجات دي كلها دي بتعمل براندنج للنادي الاهلي. ودي اكيد طبعا جايه بعد مجهود من مجلس الاداره ومن الادارات طبعا المعنيه او الادارات التنفيذيه اذا كانت تسويق او ادارات خاصه بالمبيعات. يعني كل دي حاجات النادي الاهلي سباق فيها. انا عاجبني قوي شكل المباني والانشاءات، طفره غير عاديه. نادي زي ده بمساحه كبيره زي كده في خلال سنتين او سنتين ونص بيكون تم انجازه وانتهائه، فدي طبعا مفخره. بشكر طبعا القوات المسلحه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه لانها هي قامت بدور كبير جدا في ان هي تنجز العمل ده. العمل العظيم ده خلي بالك على الارض لما بتيجي تشتغلي بياخد وقت كبير، وممكن يستمر لاربع او خمس سنوات، تم انجازه في سنتين او سنتين ونص. ده حاجه مفخره، يعني لابد ان احنا نفخر بالهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وطبعا مجلس الاداره بالكامل على راسه الكابتن محمود الخطيب. يعني شكرا، بشكر حضرتك جدا، اكيد شرف كبير ليا ان اعمل لقاء مع قامه كبيره زي حضرتك. شكرا، خليكي، وان شاء الله دايما قناه الاهلي دي بيتنا، ودايما بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، ونشوفك اعلاميه كبيره. شكرا جدا لحضرتك. يعني طبعا ده كان لقائي مع النجم الكبير، نجم النادي الاهلي السابق كابتن محمد يوسف، ولسه طبعا مستمرين معاكم في لقاءاتنا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.
نبيل بيه، احنا كنا او انا كنت بسأل حضرتك سؤال وبقول لك قد يكون يعني اصحاب المهنه او ابناء المهنه يعني يقبلوا كلامنا بالمساق الاعلامي ونرجع لجاده الصواب والكلام ده، او ان يكون في جهه ما تراجع امرهم، ولكن انا ارى الخطر الان ان في مجموعه من لاعبي من بعض اللاعبين مروا مرور عابر على انديه بعينها طالعين يتاجروا في الكراهيه، وكل ما يقول انا بكره وخصوصا النادي الاهلي، يعني انا بكره النادي الاهلي، انا هشجع ضد النادي الاهلي، يجد لنفسه مكانه اعلاميه، وربما مش ربما مؤكد انه بيرتزق من تجاره الكراهيه. مين اللي يخلصنا من الظاهره دي ولماذا تتنامى؟ في حاجتين، اولا عايز افرق بين حاجتين، بين ان اللاعب هو يعمل قناه خاصه بيه ودول مش موجودين، انما في مذيعين بيستضيفوهم عشان يقولوا الكلام المعادي لان هم حاسين ان ده بيجلب مشاهده اعلى. فهنا المداني الحقيقي مش اللاعب، المداني الحقيقي القناه التلفزيونيه والمذيع او البرنامج الذي ياتي به، وهو عارف ومتاكد في عليه هو هيقول ايه. طب في عليه التصويب زي طبعا انا عندي هيئات بتراقب وتحاسب، بس عندي مشكله، ربما نايمه، ربما مغمى عليها، ربما مسافره خارج البلاد، ربما خطفها كائن فضائي، ربما هي مش عايزه تشتغل. في الحقيقه مش عارف اعرف السبب ايه بالظبط، بدليل استمرار هذه الظاهره ان ناس بتشتم وبتسب وبتصدر القاهره للاخرين، وده خطر بالغ بالغ. اللعب مع جمهور الدرجه الثالثه شديد الخطوره وشديد الوطن، قد لا يبان نتائجه. ده بيشرع عن الخطا، يعني انت لما تعمل كده على الفضائيات تجد الجماهير بتعلي عليه، شيء طبيعي، وهتعلي وهتزيد ويتحول الى عنف. انت عارف ايه؟ انت عارف زي ما في مخزن اسمه مخزن العنف جوه الطاقه الانسانيه، انا بشيل مره في مره في مره في مره في مره، امتى هذا الغضب وهذا التعصب هينفجر؟ انت لا تستطيع ان تتنبا به، حتى صاحبه نفسه ما يعرفش هيتنبا به امتى. انت تصنع جريمه دون ان تدري. المشكله بقى الجهات التي عليها ان تمنع هذه الجريمه، وانا طبعا بحملها المسؤوليه، لو حصل حاجه انتم المسؤولين، حتى لو كانت ضئيله في المدرجات، لا انتم مسؤولين. لو حصل، وعلى فكره حصل بيحصل، ناس بتشتم وبتعمل بقى، فده يعني زي بقول الناس مش عايزه تأدي شغلها، مش عايزه تشتغل، مش عايزه تعمل، في حاجه غلط واضح جدا. يبدو كمان ان انتماء بعض المسؤولين، انا اسف في العباره، ان انتماء بعض المسؤولين بيغلب على قيامهم المهنيه وعلى اسم مصر. يا جماعه لكل المصريين، مصر اولا، انا اهلاوي، مصر قبل الاهلي مليون مره، انا زملكاوي، مصر قبل الزمالك مليون مره، انا اسماعيلاوي، مصر قبل الاسماعيليه مليون مره. والقيم اللي بنربي بيها شبابنا ده لازم. يا 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 استاذ نبيل، انت يعني اشرت لنقطه مهمه جدا ومررت الكره سريعا لأخونا أشرف محمود، لأنه الحقيقة وأنت تتحدث عن غياب المسؤولية على هذا المشهد العبثي اللي أشرف يمكن أشار لجزئية أنه في عابري سبيل الإعلام، يعني في ناس تمتهن هذه المهنة وهناك عابري سبيل. أستاذ أشرف، أنت كنت واحد من القائمين على لجنة مهمة لضبط الأداء الإعلامي لفترة طويلة، أستاذ نبيل أشار لجزئية انتماء المسؤول. اللجنة ضبط الأداء الإعلامي معاكم كان رئيسها واحد من أقطاب نادي الزمالك الإذاعي الكبير والرائد الأستاذ فهمي عمر. نعم. كيف مارست هذا الدور وكيف ترى الدور الحالي؟ أولا أنا بشكرك أنك ذكرت. ولا وكمل السؤال، وإيه اللي حصل بعديكم؟ أولا بشكرك على أنك تذكرت يعني لجنة ضبط الأداء الإعلامي اسمها. نعم. لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي. أيوه. من الاسم خلاص عرفت أنت المضمون إيه؟ المسؤولية إيه؟ كان يترأسها قطب زملكاوي كبير وإعلامي بارز طبعا، صحيح واحد صحيح، من أساطين الإذاعة المصرية الأستاذ فهمي عمر ربنا يديله الصحة. أيوة. مع مجموعة من الشخصيات، يعني هو زملكاوي رئيس اللجنة، كابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله الصحة، واحد من أبناء النادي الأهلي ورموزه. أيوة. كابتن شوي حامد من الإعلاميين المحسوبين علنا على النادي الأهلي وبيكتب في مجلة الأهلي،
الناحيه الثانيه الاستاذ عادل ماهر وهو اهلاوي يعني عظيم جدا لكنه وكيل وزاره طبعا واذاعي كبير واذاعي كبير في صوت العرب. ايوه الاستاذ الدكتور حمدي حسن حسن رجل كان نائب رئيس الجامعه استاذ اعلام طبعا. أيوة. ونائب رئيس الجامعه جامعه مصر الدوليه وفي نفس الوقت كان نائب رئيس اللجنه وفي الصياغه هو نمره واحد يعني هو والاستاذ عادل ماهر مسؤولين المقررين. ايوه وكان العبد الفقير الى الله معاهم ورحمه الله عليه طبعا اخونا خالد توحيد كان موجود. أيوة. ولما تولى اداره قناه الاهلي قال ما يستقيمش الامر ان اكون هنا وهنا. لو تتذكر بصفتك رئيس مجله رئيس تحرير مجله الاهلي. أيوة. استدعيت حضرتك للقاء ودي اخوي. أيوة. مع اخونا الاستاذ علي بركه رئيس تحرير الزمالك وكان بحضور مين بقى القامه الكبيره رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام رحمه مكرم. الله عليه الكاتب الكبير. مكرم محمد احمد. أيوة. لما قعدنا على الترابيزه يا استاذ ابراهيم وحضرنا النقاش الودي الجميل اللي هدفه الارتقاء بالذائقه لدى المتابع والمنتمي وشجع كما تشاء لكن دون إساءة للآخر. نشرف أن كل القرارات اللي خدتها اللجنة نفذت يا باشمهندس عادلي. كل الشكاوى اللي كانت بتارد إلى اللجنة كانت تدرس وتبحث ولجنة رصد مكونة من 4-5 إخوة من الصحفيين كانوا يرصدوا أي حرف يا أستاذ نبيل على أي وسيلة إعلامية وكانت القرارات بتطلع البيان والعقوبة وتنفذ فورا من المجلس. أيوة. للأسف الشديد احنا طبعا بعد انتهاء مدة المجلس. أيوة. تقدمنا للمجلس الجديد باستقالة كعرف لازم تترك لي حرية الاختيار فشكرا جزيلا ما حدش اتكلم مع اللجنة ولا حتى ما صدقوا ان انتوا قدمتوا ولا حتى شكر حد ولا قال لهم شكرا جزيلا حتى على خطاب الاستقالة وكان وعلى فكرة لم يفعل دور للجنة بديلة شكلت لجنة بديلة ولكن عرفت ان عناصر انسحبت او اعتذرت او استقالت لكن اجمالا كان ينبغي ان يبنى على ما تم لو ساعتها كنت هتلاقي اللي طالب بيه الاستاذ نبيل اللي هو ايه في ضوابط وفي على فكره في مدونه سلوك عدتها اللجنه وكتبها واعلنتها واعلنتها ايه ده في لقاء مجتمعي في وزاره الشباب والرياضه بحضور الاستاذ مكرم والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه انذاك ولما جاء الاستاذ الدكتور اشرف صبحي عززها وايدها لكن للاسف في نهايه اللجنه ونهايه مدتها يعني محدش قال لنا مع السلامه ونهايه المده زي اي مدرب بنهايه الموسم بيقدم للمجلس الجديد استقالته عشان يعفيه من الحرج ولكن للاسف الشديد لم نسمع عن اللجنه دخلت في جوب او نفق. طب انا بس عايز اسال سؤال. دخلت الكهف. انا عايز اسال سؤال لماذا تغيب الاراده عن تفعيل النظام السليم بعد ما ناخد خطوه ونجربه ويبان له نتائج ايجابيه ايه لماذا يحدث انتكاسه دائما وفي كل اتجاه سواء فنيه سواء اداريه سواء ليه مش عايزين نبني على النجاح ليه تملي محدش منشغل بالبناء ليه عندما يتحكم الهوى في القرار طالما في هوا موضوع خلص انا بشتغل هنا فقدت المعيار اللي بقيس عليه سلوكي انا نفسي كان بنفذ منظومه القيم انا بما اني فقدت البوصله فانا عامل زي السفينه اللي ضايعه في البحر بارادتها يعني انا غاوي ان انا لا اصل الى هدف انا متوه نفسي فانا بما اني توهت نفسي هتيجي تقول لي انا مش عارف ايوه انا مش عارف ادي شكوى طيب ادي شكوى انت قدمتها مثلا فيا هترجعنا ازاي بقى لل هنرجع لكن هنطلع نشوف الزميل فاروق صلاح معاه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي نشوف انطباعات الاستاذ العمري فاروق وكواليس ما تم في هذا الحدث الكبير افتتاح فرع الاهلي في التجمع مع الاستاذ العمري فاروق نروح مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان تحيا مصر تحيا أعتقد كلام من القلب والنادي الأهلي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن دور النادي الأهلي لا يقتصر على الجانب الرياضي ولكن النادي الأهلي ليه يعني أدوار مهمة جدا وكلنا وكل فرد فينا يعلم الدور الوطني للنادي الأهلي وأن يكون الفرع الرابع للنادي الأهلي في واجهته ومدخل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للدولة المصرية وهي العاصمة الإدارية كلام كتير جدا ولكن وعدوا وأوفوا مجلس إدارة النادي الأهلي
قطعوا على نفسهم عهد وحققوه وفي وقت صعب جدا وفي ظل أزمة اقتصادية بيعاني منها العالم، ولكن كانوا قد الوعد اللي قطعوه على نفسهم. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. معالي الوزير، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. تحيا مصر، تحيا. والنادي الأهلي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، أكيد بتبقى عندك فخر واعتزاز بالانتماء للدولة المصرية وفخر واعتزاز بانتماء للنادي الأهلي ودوره الذي لا يقتصر على الجانب الرياضي، ولكن النادي الأهلي دوره وأدواره المهمة جدا أنه يسير مع الدولة في خطوط متوازية من أجل التعمير والإنشاء. أعتقد ده مهم جدا يا معالي الوزير. أكيد أكيد، مصر بلدنا غالية علينا، وأكيد النادي الأهلي مؤسسة من المؤسسات الوطنية الكبيرة اللي بتدعم دايما البناء والتشييد والخدمة المجتمعية والتحرك وإيجاد الكوادر، والحقيقة الحياة اللي موجودة في النادي الأهلي في جميع الأفرع بتاعته أعتقد الحمد لله نموذج مشرف لكل شباب مصر ولكل الأسر المصرية، والقواعد اللي محطوطة في النادي والتنظيمات والشكل والأسلوب وكيفية التعامل واللجان الشباب والثقافة والحاجات كتير الحقيقة وزاوية الهمم والقدرات الخاصة، وكل الكلام ده يؤكد أن النادي الأهلي جزء وطني بارع متميز دائم الحقيقة السند القوي للدولة المصرية. ربنا يا رب دايما يخلي لنا النادي الأهلي، ربنا دايما يخلي لنا مصر بخير، مصر العظيمة الكبيرة الواعدة اللي إن شاء الله يبقى مستقبلها دايما مستقبل مشرق للفترات الجاية. وجود النادي الأهلي النهاردة في القاهرة الجديدة في هذا المكان اللي يقرب عن العاصمة الإدارية المفروض إن شاء الله بإذن الله رب العالمين بتدخل الفترة الجاية حيز التشغيل الكامل إن شاء الله بإذن الله، أعتقد المسافة تقريبا حوالي ربع ساعة بالعربية، وده في حد ذاته أعتقد خدمة كبيرة جدا لكل المجموعات السكنية والكومباوندات اللي موجودة في العاصمة الإدارية، إن يكون مؤسسة بحجم النادي الأهلي بتقترب منهم ب 15 دقيقة أعتقد ده حدث إيجابي لمنطقة التجمع، حدث إيجابي كمان لينا إحنا إن إحنا كل مدى الحقيقة بنروح لأعضائنا بشكل مختلف بفرع متميز. يحسب لمجلس الإدارة الحقيقة إنه قرر إنه يبني وافتتح في نفس عهد مجلس الإدارة، وده حدث تاريخي لم يحدث على مدار تاريخ النادي الأهلي. يعني فرع مدينة نصر الحقيقة كانت بدايته مع الكابتن عبده صالح الوحش، ثم افتتح في عهد الكابتن صالح سليم، ثم استكمل الكابتن حسن، ثم المهندس محمود طاهر، ثم الكابتن محمود الخطيب في فترات التطوير اللي فاتت. فرع زايد بدأ في عهد الكابتن صالح سليم برضو، ثم الكابتن حسن، ثم افتتح في عهد المهندس محمود طاهر. أعتقد الحمد لله فرع التجمع البداية كانت على طول الحقيقة، كان المهندس محمود طاهر كان اشترى الأرض وخد قرار الأرض قبل الانتخابات 2017 تقريبا بحوالي شهر أو 15 يوم، ثم كان الاهتمام من مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة بأن احنا ضروري أن احنا نشتغل على أن احنا نفتتح، وربنا وفقنا وأكرمنا أن خلال 3 سنين ونص نفتتح فرع بهذا الشكل الضخم بالتوازي مع كم الإنشاءات اللي اتعملت في الأفرع الأخرى. أعتقد ده حدث يعني كبير وحدث تاريخي بيوثق في تاريخ النادي الأهلي، في نفس التوقيت كمان اللي انت الحمد لله متميز في جميع الأنشطة الرياضية الحقيقة، متميز بلاعبينك بأجهزتك الفنية بشبابك اللي موجود اللي دايما بيرفع اسم النادي الأهلي في كل المحافل الدولية. أعتقد كل ده ان كل ده يبقى بيتحرك عليه في توقيت واحد، أعتقد ده نجاح مبهر ونجاح كبير. معالي الوزير، 16 فبراير عام 2020 وضعت حجر الأساس بعد 929 يوم أسرع فرع تم إنشاؤه في تاريخ النادي الأهلي في ظل أزمة عالمية اقتصادية، أزمة كورونا، كانت أزمات كتير جدا بتعوق هذا الأمر، ولكن تحملتم هذا العبء واليوم بتوفوا بالعهد. الحمد لله رضا من عند ربنا طبعا إن احنا نتوفق في ده، لأنه أكيد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية اللي موجودة وظل ظروف كورونا وظل ظروف كل الكلام ده كله، إن أنت تبقى بتشتغل على الأرض وبتعمل تطوير كامل
للأفرع بتاعتك، وكمان تفتح فرع جديد، وزي ما لسه كنت بقول وتنجح في كم البطولات والإنجازات والميداليات. أعتقد ده حدث يعني يحسب للجمعية العمومية إنها اختارت مجلس دار. أعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، وكمان الحمد لله نعمة من عند ربنا إن دي في حالة رضا، إن في مجموعة عمل واحدة، في تيم ورك بيشتغل على الملفات كلها مع بعض، في الحقيقة حب، في تجانس بشكل كبير جدا الحمد لله رب العالمين داخل مجلس الإدارة مع الحقيقة الإدارات اللي موجودة في النادي. بشكر كل واحد إدى للنادي الأهلي، بشكر كل واحد اشتغل في النادي الأهلي، بشكر كل واحد الحقيقة كان حريص على انه يبقى ليه دور في بناء طوبة او جزء من تاريخ النادي الاهلي. بشكر طبعا القوات المسلحة، الهيئة الهندسية الحقيقة على كم المجهود الكبير، بشكر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الحقيقة على الانشاءات اللي اتعملت قبل كده، بشكر الحقيقة شركات المخابرات العامة اللي برضو كان ليها دور في بعض برضو المنشآت اللي اتعملت في افرع اخرى، بشكر الحقيقة كل السادة الشركات اللي اشتغلت، شركة الاهرام اشتغلت الحقيقة في الفرع بتاع تجمع الحياة وأثبتت أنها ما شاء الله واحدة من أكبر الشركات في مصر اللي تقدر تنجز في هذا الوقت القصير ببنية تحتية كاملة. أعتقد كل الكلام ده الحقيقة شيء إيجابي جدا ونعمة من عند ربنا، وربنا يا رب يجيب الخير دايما للنادي الأهلي. معالي الوزير بنشكر حضرتك، ركن جديد بيضاف لأركان البيت الأهلاوي، ولكن طموحكم كمجلس إدارة وطموح الجماهير لا يتوقف سواء على المستوى الرياضي أو على مستوى الإنشاءات. أكيد أكيد في ملفات تانية بتدرس الفترة اللي فاتت دي وطلع تباعا، أكيد مش هبقى آخر فرع، أكيد عندنا حلم الاستاد بتاعنا اللي إن شاء الله يعني مركزين الفترة فيه الفترة الجاية إن شاء الله. عندنا كمان الحقيقة برضو الفترة اللي فاتت نجحنا إن احنا نعمل حاجة خاصة بأعضاء النادي الأهلي في مارينا، دي حاجة في حد ذاته حاجة كبيرة جدا إنك تكون عندك فندق وعندك شاطئ خاص لأعضاء النادي الأهلي يبقى موجود داخل منطقة العالمين، ده في حد ذاته برضو حاجة الحمد لله حدث كبير، بجانب الحقيقة منتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح. كل ده بيؤكد لك إن أنت ماشي بخطة ثابتة، بخطة فيها رؤية فيها استراتيجية، بتتحرك على خدمة مجتمعية كاملة، بتتحرك على خدمة أعضائك، بتتحرك في ملفات جديدة، بتحرك على ارقام قياسيه في كل المجالات، لان مش كل الانديه على مستوى العالم عندها ولا المجتمع الداخلي اللي في النادي الاهلي ولا كمان الافكار اللي بتتحرك عليها ان يبقى فيها خدمه مجتمعيه بهذا الشكل، ولا ليها الدور السياسي او الوطني اللي يبقى موجود بيه زي حجم النادي الاهلي الحقيقه وهو بيشتغل. الوزير بنشكر حضرتك ونتمنى لكم التوفيق يا رب، وباذن الله نبارك على البطوله الافريقيه باذن الله، ثلاث فرق هيلعبوا كاس عالم للانديه الطايره والسله واليد، وان شاء الله فريق كره القدم. ربنا يا رب يكرم ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين في كره القدم في الفاينل مباراه الوداد، مباراه مهمه، مباراه الحقيقه قويه، لازم نحترم الفريق المنافس، مباراه لسه هتبدا في مرحلتها الاولى والثانيه، مطلوب طبعا الحضور الجماهيري اللي ما شاء الله يمكن التذاكر كلها نفذت، مطلوب ان الجمهور بتاع النادي الاهلي الحقيقه يبقى شايف كويس قوي ومركز، احنا تركيزنا في الملعب، تركيزنا مع لاعبتنا، مش عايزين حد يخرجنا عن الاطار العام، عايزين هدوء في الملعب، عايزين ثقه في لاعبتنا، عايزين تشجيع لحد اخر لحظه، احنا تملي بنشتغل على البلس 90 لحد اخر لحظه، دايما بيبقى عندنا الامل في كل حاجه، ان شاء الله ربنا يحالفنا ونعمل انجاز جديد يضاف لكم الانجازات والارقام القياسيه بتاعتنا ان شاء الله. اخيرا 18 بطوله في العاب الصالات وملف العاب الصالات، وخلينا اقول لك ان كتير جدا من الجماهير بدات تلتف حول العاب الصالات، ما كانتش بتتابع، لكن الطفره اللي بيشهدها النادي الاهلي في ملف العاب الصالات وحاله الانتعاش اللي بيعيشها النادي الاهلي، واعتقد حضرتك لامس هذا الامر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او على نطاق جمهور النادي الاهلي او في اي مكان بتقابل حد من جمهور النادي الاهلي. بص الحمد لله ربنا اكرمنا طبعا في العاب الصالات السنه دي الحقيقه، بشكر اداره النشاط الرياضي الحقيقه واللاعبين والاجهزه الفنيه، لان الحقيقه برضو يعني كل واحد منهم ليه دور، بشكر كل الناس اللي موجوده في النشاط الرياضي في النادي الاهلي انها اشتغلت الحقيقه واثبتت انها ما شاء الله بتحب النادي الاهلي وبترفع اسم النادي الاهلي. لازم برضو نستوعب ان الاتحادات كان ليها دور الحقيقه، ملف مهم، لانه قصه ان انا العب البيست اوف 3 والبيست اوف 5 والكلام ده عمل حاله حراك
موجوده في يعني تتالي المباريات بهذا الشكل، اللي خلى كمان الاهتمام الاعلامي الحقيقه قوي جدا، اللي حط الملفات على اجنده الجماهير كلها بشكل كبير جدا. نجاح النادي الاهلي في انه يثبت انه دايما كفء وانه يقدم مباريات قويه وان يبقى فيه الروح والعزيمه انه ياخد البطولات واحده تلو الاخرى، اعتقد كل ده الحقيقه عمل حاله حراك في جماهير الاهلي كبيره جدا، وبقت الناس بتفكر لها. ولازم ناخد بالنا ان دي ليها عوائد ايجابيه الفترات الجايه، لانه ليه؟ مع الاهتمام الجماهيري هتلاقي عقود الرعايه تختلف بالنسبه للنشاط الرياضي، كان النشاط الرياضي دايما مختلف شويه عن الكوره، الكوره هي تملي بتاخد عقود الرعايه اكبر، انما مع وجود الاهتمام الجماهيري ده اعتقد برضو ده بيحط ايجابيات جديده للنشاط الرياضي، ان يبقى عندهم مدخلات متميزه جدا لان الناس بتجري ورا تملي اللي الجماهير بتحبه. فاعتقد الحمد لله باسكت طايره اند بول وكره ميه احنا عاملين فيها الحمد لله برضو طفره ايجابيه جدا الفترات اللي فاتت ديت. الالعاب الفرديه كمان ما اقدرش انساها عشان برضو ما نبقاش يعني لازم ندي الناس حقها، احنا عاملين انجازات الحقيقه فيها متميزه للغايه، احنا قاعدين بنعمل حصر بكل الارقام القياسيه بتاعت النادي الاهلي اليومين دول، عشان اكيد قريب قوي هيبقى في احتفاليه ان شاء الله بكل الفرق الجماعيه ان شاء الله باذن الله. وزير بشكر حضرتك، اطلنا عليك الحديث، ولكن دايما بيبقى كلام مع حضرتك كلام طالع منظم، كلام طالع من القلب، مش معالي الوزير العمري فاروق رئيس مجلس اداره النادي الاهلي فقط، ولكن المشجع الاهلاوي العمري فاروق. اكيد اول حاجه بشكركم على وجودكم دايما في النادي الاهلي وعلى جهدكم، قناة النادي الاهلي الحقيقه بذل مجهود كبير انها تغطي كل احداث النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. يعني الحقيقه برضو بفرصه ان انا اقول للكابتن اسلام الشاطر الحقيقه البقاء لله، ويعني في والده وربنا يصبره، وكنا مفتقدينه النهارده، انما ان شاء الله باذن الله رب العالمين يكون موجود معانا في اقرب فرصه داخل فرع التجمع وداخل النادي الاهلي. بقول لكم جهدكم متميز وما شاء الله موفقين دايما، والاهلي ما شاء الله حاجه تشرف. شكرا يا الوزير. الله يخليك، تسلم تسلم. كلمة مهمة جدا، الأهلي حاجة تشرف، كلام مهم جدا من معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وضح كافة الأمور، ليست الأمور الخاصة بفرع النادي الأهلي التجمع الخامس، ولكن أيضا ملف ألعاب الصلاة. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو. طيب رجعنا لكم، وبعد ما نفخنا في القربة المقطوعة لما اتقطع نفسنا نرجع تاني نقول، كان أشرف بيقول لي وحضرتك في الفاصل أن هناك مجموعة من الرسائل قريتوها أولا من الكلمات ومن تنوع الحضور، نبتدي كده كل واحد يقول لنا. أنا هبدأ بالكلمات، لأنه طبعا المشهد اللي شفناه العظيم أنه كل الأجيال كانت موجودة، حتى من يطلق عليهم البعض انهم معارضه موجودين، يعني انتماء اصيل للنادي، ودي الرساله الاساسيه. نجوم من خارج النادي الاهلي زي الكابتن حلمي طولاني اللي بحييه، نموذج مشرف للروح الرياضيه وللرياضي الاصيل، لان في النهايه ده نادي مصري حفاوه غير عاديه بالجميع. انما الرسالتين اللي عايز اقولهم، رساله من الكابتن محمود الخطيب لما تحدث على جيل بيسلم جيل، والدعوات اللي وجهت لكل نجوم النادي الاهلي السابقين، لانه اساس في بناء النادي كل من لعب وارتدى قميصه في اي لعبه من اللعبات. النقطه الثانيه مع الدكتور اشرف صبحي، ورغم انه بيفتتح مقر في باسم النادي الاهلي لم ينسى ان يحيي انديه المحافظات، انديه الجماهير، انديه المحافظات الكبيره، واكد على انه دعم الانديه دي مش دعم كره قدم، ده دعم كيانات وهيئات زي ما كان بيتكلم الاستاذ نبيل، بتعمل تنميه مستدامه. و هو ألمح إلى دعم المنشآت بالتحديد، المنشآت مش الفرق مش الكورة. فدي رسالة مهمة جدا تتقال في حفلة زي دي، يعني عشان ما يبقاش، لأن ده كمان لما كان الكابتن الخطيب بيطلب بيقول اعطيني ملعبا أعطيك بطلا، بالظبط. إنما مش يعطيني فريقا ماليش في الفرقة، أعطيني لعيبة. فدي نقطة ممتازة. النقطة الأخيرة، وجود وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، أيوة، ممثل في مجلس الشرق الرياضي، اللي جاي بدعم كامل وتوجيه كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، لما يجي رئيس المجلس السيد عيسى هلال الحزامي. بالمناسبة مش هقول زميل، يعني لا، هو كان خريج زراعة القاهرة. نعم. يعني أنا كنت سابقه بدفعتين،
نعم. وكان عادل إمام صلاح السعداني، لكن وهو مع إبراهيم حسب الخليل. ما علمت من صديقي السيد عيسى هلال انه كان عنده سفريه تونس، فبيعرض على صاحب سمو انه يعني ايه جاي دعوه من، قال له تروح الاهلي الاول وتبارك لهم على الافتتاح. ده الحب الصافي والنقي، بيحب مصر جدا، ودي برضو رساله للي فاهمين انه بنتصارع على مين الاكبر بره. كلنا مصريين، واللي يرفع الرايه المصريه له مكانه، ونحييه ونرفع له القبعه. هي دي قوه الاهلي النعمه. استاذ نبيل، الرسائل اللي انت قريتها من هذا الحدث، اهم رساله بالنسبه لي من الناس، هذا التنوع الهائل من الناس. يعني احنا بنتكلم على الساعه 12 ضرب، لسه ناس بتخرج، هي حابه المكان، جايه بود شديد. النهارده كان يوم عاصف، وزي الخطيب كابتن الخطيب ما قال في الكلمه انه يوم عاصف شديد الحراره، فكان خايف يا ترى الناس جايه ولا لا. انا حتى لما جيت لقيت الناس وضيوف من كل، اولا كل طبقات المجتمع وفئات المجتمع، واضحه جدا سواء كانوا اعضاء في الاهلي او مش اعضاء، شخصيات عامه يعني. فكان المجتمع ممثل جدا، وكان حريص ان يكون موجود في احتفال الاهلي. والجمهور كمان هذا التنوع الرهيب، يعني هائل من الجمهور. فكره انه قاعد على الكراسي، ما حاولش ابدا يخرج او يقاطع، او تحس ان الناس، عايز اقول لك، في حاله عيد حقيقي، كما لو كان الاهلي فاز ببطوله عالم بلا مبالغه. يعني الناس فرحه وعينيها تطق منها البشاره والجمال والحب، كما خدوا بطوله عالميه، مش مجرد افتتاح وفرح. فقد ايه الاهلي عميق جوه اهله، جوه ناسه، وده اللي باين ليه الكيان ده مين اللي بيحميه. انا استلفت نظري بقى، وبعدين ابراهيم هيقول لنا برضو لازم يكون استلفت نظره حاجه. حاجتين الكابتن الخطيب لمس عليهم، اول حاجه طبعا انه قال ان اليوم كان عاصف وهو اتخض، وكان مش عاصف. انا في حياتي ما شفناش ده، ما شفتش هذه العاصفه مرت على مصر ابدا. انا كنت جاي وكان اكياس البلاستيك بتطير تلزق في شباك العربيه. لوحات الاعلانات على الكباري وقعت، ده غير التراب، ما هو التراب يعني كان اكن شبوره تمشي في شبوره. فكونه يقول ان انا كنت متخاف مش بس من العاصفه انها تستمر، ان حتى بعد العاصفه هننظف المكان ده ازاي. ففوجئ ان الجميع بما فيهم حتى الاعضاء العمال والمديرين كل الناس بتشتغل. جينا قعدنا على كراسينا، انا لفت نظري ذر التراب، الكرسي بتاعي كان نظيف، ما خدتش بالي غير لما كابتن قال ده حد نظفه. الله، صحيح ازاي ده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه مرتبطه بدي، انه كان عريصا. انا افتكرت اما هيجي بقى ايه، قال لك عايزين نقول شركاء النجاح والعمل، انه هيجيب بقى الادارات التنفيذيه. لقيته مطلع العمال اللي تعبوا حقيقة وكرمهم في لفتة. طيب، ما هي مثل هذه اللفتات، على فكرة دي لفتة نادرة، هذه اللفتات مثلها هي اللي بتؤدي إلى الإخلاص العميق اللي أنت بتتكلم عليه بقى. نعم نعم نعم. يعني نعم. لماذا يخلص الجميع في حبهم العميق النادي الأهلي؟ أنا جاوبتك الحقيقة يا باشمهندس. أنا يعني أثرتني جدا 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 لقطة تكريم الكابتن الخطيب للعمال، لقطة فيها كمية جبر خواطر غير طبيعية. عمال بسطاء، قال إن الناس دي بقالها فترات طويلة شغالة في المكان ده، في عز الحر، في عز البرد، في بالنهار، في عز الشمس، متفانيين جدا، وهم عمال بسطاء، إنه يساعدهم على المسرح ويكرمهم في حضور كبار الضيوف، وإنه تقريبا محدش خد درع، ما حدش خد جايزه، هم ما حدش بس خد علم الاهلي الا هم. صح. هنا ده كانت لفته فيها تكريم لقيمه العمل وجبر خواطر، زي ما انت قلت، جبر خاطر لناس بسيطه جدا تفانت في عملها واخلصت لصالح النادي وتحملت الكثير. لقطه انا اعتقد
ممكن نعتبرها عن كل التعب كل حاجه. نعم. جون. نعم. من الاجوال الجميله ورساله لكل من يعمل في مكان، خد بالك انت متشاف، ولما هنبقى في حاجه تخصك هنقول لك شكرا. ده تعظيم لقيمه العمل يا جماعه بكل معاني الكلمه. على فكره احنا ما خدناش بالنا انه من ضمن المدعوين النهارده في هذا او في ملحمه الوفاء، احنا اتكلمنا على انه اعضاء مجالس الاداره السابقين وجهت الدعوه ليهم جميعا وعدد كبير حضر، لكن الحقيقه لفت نظرنا ام اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب. طبعا في الفيديو في الفيلم الوثائقي ام محمد عبد الوهاب كانت حاضره كمان، كانت حاضره والتقيتها الزميله روزان نصر والده اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، عبرت عن مشاعرها وهي بتلبي دعوه النادي الاهلي وتعيش هذه اللحظه مع اعضائه وجماهيره. نشوفها. برحب بيك زميلي محمد سعيد، وبرحب بيك طبعا كابتن هيثم السعيد، وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، مكملين اكيد معاكم يعني الاحتفال بتاعنا بلقاءاتنا يعني. والحقيقه الدعوه الكريمه كانت لوالده كابتن محمد عبد الوهاب، الحقيقه الله يرحمه يعني عمرنا ما ننساه، اكيد عمرنا ما ننسى قد ايه هو كان بطل يعني من ابطال النادي الاهلي. في هذه اللحظات معايا والده كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، برحب بحضرتك طبعا على شاشه قناه الاهلي، وبقول لك يعني مبسوطين جدا بالتواجد النهارده مع حضرتك. كلمينا بقى النهارده ايه رايك في الحفل، وكلمينا كده اول ما دخلتي كان احساسك ايه؟ حاجه عظيمه جدا، وان شاء الله من يكونوا 10 مقرات ان شاء الله، وحاجه عظيمه جدا، وربنا يفرحنا دايما بالاهلي. أول ما شفتي الدعوة يعني كنت حاسة بإيه كده؟ يعني النادي الأهلي طبعا قيمة كبيرة جدا أكيد، لما شفتي إن هو هيفتح طبعا الفرع الرابع كنت حاسة بإيه؟ كنت فرحت جدا، فرحت فرحة كبيرة والله، وحسيت إن فعلا محمد ما ماتش وأنا هاجي ألاقيه هنا، وحاسة إنه في وسطينا. اكيد كلنا كان نفسنا النهارده ان هو يكون معانا، النهارده لو كان معانا كنت تحبي تقولي له ايه؟ انا حاسه انه في وسطينا والله. انت حابه تقولي له ايه النهارده لو كان موجود؟ كنت حابه اقول له الحمد لله ان انت في وسط الناس الحلوه دي وفي النادي ده. كابتن سيد عبد الحفيظ دايما بيكون في تواصل بينه وبينك، يعني قولي لنا بيكون التواصل في ايه وبيقول لك ايه طبعا عن كابتن محمد؟ كابتن سيد في تواصل بيننا وبينه، ودايما ما بينسناش بالتليفونات، وانا بشكرهم جدا هو والكابتن الخطيب، وما بينسناش والله خالص. نورتينا. وكابتن محمد عبد الوهاب اسم طبعا كبير عمره ما يتنسي، ده كان لقائنا مع والده كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، وبشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. رجعنا لكم تاني، واعتقد بعد ما شفتوا كل الرسائل الجميله في هذا اليوم الاستثنائي والتاريخي، زي ما المهندس عادل بيقول شويه كوره بقى، وشويه كوره اعتقد مسك الختام يوم الاحد نهائي دوري الابطال مباراه الذهاب الاهلي والوداد بكل الوداد. استاذ اشرف اولي، كيف شايف مباراه الاهلي والوداد؟ اولا وصول النادي الاهلي في هذه النسخه بالذات الى المباراه النهائيه تتويج لجهد اداري قبل الفني، لان المطبات اللي مرت بها الفرقه في الفتره دي لو ما كانش في اداره بتلم واداره بتقدر تفصل بين المشكلات اللي حاطه كذا مطب كبير يعني فتصل لده، دي واحد. اتنين، قدره الرجل اللي هو كولر انه يستوعب المشهد الافريقي من اول مشاركه ليه بعد تعثر كاد ان يقصيه فيعود اقوى من مكانه ويستغل، ودي عبقريه الرياضه بالمناسبه. مش عيب انك تخسر، ومفيش في الرياضه وفي الكوره حاجه انك خسرت كذا وخسرت كذا، لا 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 لا، الخساره خساره، 10-0 5-0 1-0 هي خساره، لكن ان تعود باقوى مما كنت يبقى انت بتستوعب الدرس وبتصوب اخطائك. النقطه الثانيه، من يوم المباراه اللي اعتبرت انتكاسه لفريق الكره ما شاء الله السيستم تصاعدي، العناصر ابتدت تتحط في اماكنها صح وتحقق المطلوب والزياده. فقط كل ما اتمناه ان مباراه كره القدم هي بين فريق شقيق كان معك في النهائي الماضي،
كل ما اتمنى ان فريق النادي الاهلي كلاعبين يركز، من حقنا كمصريين نتمنى فوز فريقنا، نرحب بالاشقاء المغاربه اهلا بهم في بلدهم، ونثق انهم سيعاملون الاهلي هناك وكانه في بلده. مصر والمغرب علاقه ضاربه في الجذور، لكن انا بتكلم بقى على الكوره، فرقه الكوره مطلوب من اللاعبين ان يدخل المباراه مالوش دخل ان ده كان الوداد بتاع السنه اللي فاتت، انا كنت بلعب مع فرقه ودلوقتي بلعب مع فرقه ثانيه. النقطه الثانيه المهمه جدا، اهدار الفرص اللي شفناه في الماتشات الاخيره ده موضوع صعب جدا تكراره في مباراه الوداد. من انصاف الفرص لابد ان تسجل ونحافظ على شباك نظيفه، ده مفتاحنا وطريقنا للاميره الافريقيه اللي يستحقها النادي الاهلي عن جداره واستحقاق قياسا بما قدمه في هذا السيزون بعد المطبات الصعبه اللي تعرض لها. بعد المطبات الصعبه يا نبيل بيه التي اعتاد عليها الاهلي في المواسم الاخيره، بس ما كانتش بالقسوه دي. فضل. والله هو انا طبعا متفائل الى حد كبير جدا لاسباب كثيره. اولا المؤتمر الصحفي الاخير للكره في المباراه الاخيره انه ما كانش راضي عن اداء الفريق وقال ده علنا، وده مهم جدا انه علنا مش بينه وبين اللعيبه، لانه بيحملهم المسؤوليه قدام الناس، وده مهم جدا. يعني انا رايي انه شديد الذكاء، احنا مش هنتكلم بينا وبين بعض، انا وانت قدام الجمهور. طبعا هو قدم نفسه قدام الجمهور. في حاجه مهمه جدا، الاهلي بقاله اصبح له اسلوب لعب، يعني اتنقل من فرقه تلعب او تطبق اي طريقه سواء 4-3-3 4-3-2 ايا كان الطريقه، ايا كان الطريقه اللي بيلعب بيها، الى طريقه تخص الاهلي. بقت طريقه تخص الاهلي، بقى الاهلي مصر او كولر جعل اللعيبه تقدر تمصر او فكره وتقدر تنافسه في الملعب بطريقه مختلفه خالص. يعني انا ما لا اتذكر في تاريخ الاهلي عدد قليل من المدربين هم الذين صبغوا الاهلي بهذه القدره على الاداء، بحيث ان يبقى الاهلي له ستايل فرضه طول المباراه، عارف هو عايز يمن الماتش ويعمله ازاي، ده مهم جدا. الحاجه الاهم هنا واللي انا طبعا اللي هو حاله اللاعب يوم المباراه، وانا رايي لان كولر فكر في ده كان الكلام المواجه علنا، انا عايزك يوم المباراه يبقى في كامل تركيزك. طبعا حاله الاهداف الضائعه دي لو ركزنا احنا كمتفرجين بقى عندنا شويه لقطات كده هنلاقي اللعيبه كانت بتلعبها فردي وتركيزها مش 100% بغض النظر عن الفرديه. يعني انت عارف ايه، انت في الكوره ما فيش حاجه اسمها انا واثق انها راح الجول، انا لو عملتها كده هتيجي جول، ما فيش الكلام ده، ما فيش في الكوره، لازم في جهد في الكوره، وبالتالي هتلاقي كل الاهداف سهله جدا ويحطها بطريقه لانه وبعدين يمسك راسه لانه هو كان متخيل انها سهله، انها هتطوعه يعني. ما فيش حاجه اسمها في اللعب كره سهله، هو في حاجه اسمها انا بعمل ايه عشان تيجي جون، انا بعمل ايه، مش الكره هتروح الجول لوحدها لمجرد ان انا واقف قدام الجول. فده مهم جدا جدا جدا. انا عندي دلوقتي خط دفاع، لان منظومه هي مش خط دفاع، هي اسمها منظومه الدفاع، فكره ان خط الدفاع يقوم بدفاع ده كلام خلاص بقى قديم وانتهى. منظومه الدفاع في الاهلي التي تبدا من المهاجمين الان، وهو حتى في تنظيمه للمهاجمين هو حريص على اللعيبه اللي بيؤدي ادوار دفاعيه وبيؤدوها بشكل جيد، لدرجه ان انا اتفرجت على قفشه وفي بعض الاوقات اللي بيلعب فيها هو لا يجيد الادوار الدفاعيه، لقيته انه بيحاول دلوقتي انه يبذل جهد اكبر من الاول، وانه لا يخش تاكلينج ويخش بطريقه ما، فده شيء مهم. طبعا شيء طبيعي، احنا بنلعب مع المغرب دوله شقيقه وشعب شقيق واحنا بنحبهم جدا وهم كمان بيحبونا، لو زرتهم في الحقيقه يعني. مباراه في كره القدم واحنا روح رياضيه قبل كل شيء، لكن احنا طبعا شيء طبيعي انا بتمنى ان احنا نكسب، وهنكسب باذن الله ان شاء الله. وانا رايي ان احنا السكواد بتاع الاهلي يكاد يكون متكاملا، لان مفيش انا مهما كان عندك سكواد فكره المتكامل دي يبقى كده خلاص يبقى الكوره خلصت. اه يكاد يكون متكاملا سواء في
في وظائف اللعيبة، في شخصياتهم في الملعب، التنوع كمان. يعني مثلا أنا عجبني طريقة خط النص، يعني لما تيجي تقول الثلاثة مين فيهم رقم 10، هو على فكرة فكرة رقم 10 اللي هو صانع اللعب، لا مدربين عظام كتيرة في العالم ما بيلعبوش بيه. يعني حتى دي بروين اللي موجود في مانشستر سيتي احيانا ما هو ما يلعبش الدور ده، يلعبه حد تاني وحد تاني، يعني يتنوع عشان انت ما تعطلوش، بيعوضوا بالتكتيك. فالدنيا تقف. فهو احنا دلوقتي انا عندي ايه، هلاقي ممكن اليو ديانج في منطقه الجزاء زي ما حمدي فتحي بلاقيه في منطقه الجزاء، عمرو السوليه بلاقيه في منطقه الجزاء. فكره بيتحركوا، بداوا يعرفوا يتحركوا في الملعب بوظائف، ويعرفوا يتبادلوا الوظائف بينهم وبين بعض. وعشان كده انا بقول ان كولر يعني فعلا الاهلي كان صادفه حظ جيد واختيار موفق وعلمي، لان مفيش، انا طبعا انا بقول كلمه الحظ كده من باب، لا هو يعني يبدو ان الناس قرت السي في كويس وعرفت الراجل بيفكر ازاي واختارته كويس، وده مهم. انا دلوقتي عندي تقريبا هي فكره راس الحربه دي هي بس اللي فيها بعض المشكلات، لكن بشكل عام انا فرقه شبه متكامله. مش هينفع احنا قبل ما نختم واحنا بنتكلم على الكوره ما نسجلش راي رئيس شركه الكوره، فسريعا انطباعك السريع. والله ما لا مش هتسالني، انا اقول لك انا حاجه. انا فريق الكوره الان ايوه يعني اراه وقد اقترب من الاسلوب اللي بنتمناه، مش في طريقه اللعب ولكن في إدارة هذا الفريق. أنت لو تذكر أيام الموسم الماضي كنت بقول لك قبل ماتش الوداد أنا قلقان جدا، لأني أنا مش شايف في فكر في الاستعداد. يعني إدارة الفريق كانت تقريبا متسابة للعشوائية، والعناصر كانت محدودة فترة طويلة، حتى فكرة إن الجهاز الفني واخد أجازة قبليها طويلة يعني حاله لا مبالاه، مش واللعيبه واخده اجازه، يعني انا ما بقتش فاهمها. ثانيا دخلنا لدرجه احترافيه اعلى. ثانيا عمليه التدوير بمعناها الصحيح 10 على 10 10، ان انا بدور دون ان افرط في درجه الجاهزيه والانسجام. ده هو قال تعبير حلو قوي اول امبارح، قال لك انا ما عنديش لعيب مش اساسي، كله كل اللعيبه اساسيين. نمره وهنا النقطه بقى، الناس اللي بتلوم عليه انت بتقول رايك في اللعيبه، هو يا جماعه ما بيقولش رايه في اللعيبه، هو بيقول انا عندي لعيبه مترتبه مش هلاعب حد فوق ترتيبه، فوق ترتيبه اللي عايز يجتهد انا يعلم ترتيبه. ده هو الترتيب كده قال يحسن ترتيبه النهارده، ده الترتيب بكره فهو ما بيهاجمش حد. انا كولر نفسه هادي وفي نفس الوقت شديد الصرامه، هو أنا كولر فعلا. انا عايز بس رسالتين، رسالة للعيبة انسوا اللي فات كله واعتبر ان انتوا بتبتدوا اول بطولة افريقية تكسبوا بيها مجد، لان ده هيوصلكم انك تعملوا مجد تراكمي لم يسبقكم اليه احد. تاني حاجة الجماهير ثم الجماهير ثم الجماهير. النهاردة الدولة عملت اللي عليها، سمحت لنا بالحد الاقصى، قوم بدورك. عايزين النهاردة ما نديش فرصة لحد يندس ويبوظ لنا الدنيا، ونعرف ان احنا رايحين عند اشقاء هيبقى مدرجهم مليان بنفس الكيفيه، علينا نرحب بهم عشان نلقى نفس الترحيب. ده كان مسك الختام فعلا، وكلام مهم جدا سواء في الرساله للجمهور او الرساله للعيبه، انسوا كل اللي فات. واعتقد هذه اللحظات الاستثنائيه في تاريخ النادي الاهلي اللي كنا بنحتفل فيها مع حضراتكم بافتتاح الفرع الرابع والمقر الرابع للاهلي في القاهره الجديده، اعتقد كانت رسائل مهمه في ختام هذا اليوم الحلو ده. ابراهيم في اليوم الحلو ده استاذ اشرف محمود شكرا جزيلا ليك. شكرا شكرا جزيلا، سعدت بالصحبه الجميله. استاذ نبيل عمر شكرا جزيلا ليك. يوم جميل، انا بس جميل. انا بس يوم جميل. يعني كما بداناها بتحيا مصر، لان كلنا نعمل من اجل مصر. نعم، وتحيا مصر كل يعمل وقت وحيد من اجل مصر. نعم. تحيا مصر، تحيا مصر. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وهنسيبكم مع عدد كبير من اللقاءات اللي اجراها الزملاء في القناه مع عدد كبير من نجوم ورموز وقاده النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير. جديد بجد التحية بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان.
مستمرين مع حضراتكم وتغطية لافتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي، صرح جديد يضاف لأركان البيت الأهلاوي. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية. حابب ايه برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وصرح جديد يضاف لأركان البيت الأهلاوي، مشهد بيسعد كل مصري وبيسعد كل أهلاوي. يعني أولا ألف مبروك لجميل النادي الأهلي، وألف مبروك لأعضاء النادي الأهلي، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وألف مبروك لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب صعب الأمور كلها على أي حد، هي أجيال بتكلم البعض أكيد، بس كابتن محمود الخطيب عشان بيحب يعمل كل حاجة كويسة قوي، ربنا سبحانه وتعالى كرمه. وهو يمكن طبعا زي ما هو بيقول، إحنا لازم كلنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على اللي إحنا فيه النهاردة وإحنا واقفين. يمكن أنا واحد من الناس محظوظ اللي أنا قعدت مع مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن حسن حمدي وهو بيخطط للشيخ زايد، وكنا بنعمل اجتماعات عشان خاطر نحلم ونخطط لفرع الشيخ زايد. محظوظ اللي أنا قعدت في مجلس كابتن محمود الخطيب عشان نخطط للفرع ده، وتعبنا فيه في المرحلة الأولى جدا جدا. طبعا هو دايما ما بينساش يشكر الناس كلها، كل الناس تعبت، رئيس مجلس إدارة تعب كتير، أعضاء مجلس إدارة، الإدارة التنفيذية، الإدارة الهندسية، الناس كلها تعبت جامد جدا. عشان كده احنا واقفين النهاردة، يعني ما فيش حاجة تعبر عن سعادتنا. والجميل الهيئة الهندسية هي اللي نفذت، وده كان التحدي، الهيئة الهندسية تنفذ مشروع النادي الأهلي بالمشروعات القومية اللي هي بتعملها، لأن النادي الأهلي الصرح ده بيواكب الرؤية السياسية والقيادة السياسية اللي بتتعمل في التجمع الخامس، اللي بتتعمل في العاصمة الإدارية قصدي. خلي بالك اللي ده النادي الأهلي الجديد طبقا للجمهورية الجديدة. النادي الأهلي الجزيرة اتطور، بس فيه لسه طابع التراث القديم بتاعه شوية. مدينة نصر نفس القصة، الشيخ زايد بقى مواكب الفترة، ده النهاردة فعلا مواكب الجمهورية الجديدة، وده الحاجة اللي احنا كلنا بنتشرف بيها وبنفخر بيها. ودايما كنت في كل لقاء بقول معاكو، اللي ما يلحقش يعمل وينفذ ويجري في ظل القيادة السياسية اللي موجودة مش هيعمل. احنا اخدنا كافة التصريحات وكافة الرخص اللي كانت واقفة من سنة 92، واقفة من سنين، مفيش حد بيتقدم طلب غير ما بيجري معاك طالما انت بتعرض رسوماتك وجدي وبتعرض مشروع حقيقي، مفيش حد في الدولة بيوقفش معاك، لان هي دي الرؤية وهو دي الجمهورية الجديدة، وكلنا سعداء جدا وان شاء الله يتم على خير باذن الله. النادي الاهلي جزء لا يتجزا من هذا الوطن، النادي الاهلي دوره لا يقتصر على الجانب الرياضي، النادي الاهلي دوره التربوي، دوره في البنية التحتية، ان انا امشي في خطوط متوازية مع الدولة المصرية، كل الشكر للدولة المصرية. شايف دور النادي الاهلي ده ازاي يا محمد بيه؟ النادي الاهلي اصلا نادي وطني، النادي الاهلي ما حدش زايد على وطنيته ابدا، دايما بيشتغل في صمت، بيتكلم في الوقت المناسب، بيسكت وبيشتغل اكتر ما بيتكلم. عشان كده النهارده تعالى احسب انجازات مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، وانا لازم اقول مجلس اداره كله، يعني هو طبعا عارف هو بالنسبه لي انا شخصيا ايه، لكن هو ربنا كرم مجلس اداره اللي هو معاهم محمود الخطيب بصراحه في ظل الظروف الصعبه، تحديات اقتصاديه موجوده على مستوى العالم، تحديات في المنظومه الرياضيه، وانتم بتشوفوا، مش عايز اخص حاجه، ولكن النادي الاهلي كان دايما قد الحدث بجماهيره اللي بتسانده، بمجلس ادارته، برئيسه اللي دايما بيبقى هادي جدا جدا ودايما بيعمل مفاجاه جميله. ايام بتفصلنا على النهائي الاهلي والوداد والبطوله ال11، الحلم الكبير. عميد محمد مرجان، المشجع الاهلاوي يقول ايه للنادي الاهلي قبل هذه المواجهه الصعبه؟ عندي ثقه كبيره جدا في جهاز كره القدم، عندي ثقه كبيره جدا في اللاعبين، جمهورنا الداعم الاول والاساسي دايما، وزي ما عهدنا ان شاء الله باذن الله. يمكن في خطوات خلتني انا اتفائل، تمام، انا واحد من الناس كان الناس كلها سان داون سان داون، معنا الوداد، الوداد اشقاء معانا، لكن المنافسه منافسه شريفه ان شاء الله باذن الله، فريقنا يشرفنا، متفائلين كلنا. اهم حاجه جماهيرنا، ادارتكم تعبت جامد جدا جدا عشان تاخد الساعه كامله للاستاد، الخطوات اللي احنا بنعملها دايما النادي الاهلي بيبقى سباق فيها. دعموا فريقكم، دعموا فريقكم، دعموا فريقكم، خلينا دايما متكاتفين مع الدوله المصريه، مع الامن اللي موجود جنبك، احنا رايحين كلنا عشان هدف واحد، مصر تفوز ان شاء الله باذن الله، وانا متفائل، وان شاء الله ال11 باذن الله تبقى مع الاهلي. اخيرا 1/6 عيد ميلاد العميد محمد مرجان يرتبط بافتتاح فرع جديد للاهلي في الجمهوريه الجديده او في القاهره الجديده، اعتقد النادي الاهلي دايما التواريخ بتبقى معلقه معانا. خلينا اقول لك برضه محمد بيه كل سنه وحضرتك طيب. يا
يعني اجمل عيد ميلاد، وشاء ربنا سبحانه وتعالى يبقى الافتتاح تاريخه اكيد تاريخ مش هيتنسي. زي ما بقول لك انا فعلا مش قادر اعبر عن سعادتي، انا سعيد جدا 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 باللحظه دي، وبشكر الدعوه الكريمه من كابتن محمود الخطيب لان هو ما بينساش حد. شكرا محمد بيه، وان شاء الله نبارك لبعض بعد تتويج النادي الاهلي للبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا. ده كان لقائنا مع العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه. كلام من قلب كل من ينتمي للنادي الاهلي، كلام بعيد عن التجميل، هو كلام من القلب، ودور الدوله المصريه والنادي الاهلي كجزء لا يتجزا وشريك مع الدولة المصرية وجزء لا يتجزأ من هذا الوطن. دور النادي الأهلي لا يقتصر على الجانب الرياضي، ولكن هناك أدوار مهمة جدا للنادي الأهلي. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو. مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان، لسه مستمرين طبعا تغطيتنا الخاصة ومكملين لقاءاتنا مع حضراتكم. أكيد حاليا معايا دكتور مهند مجدي أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا ببارك لك الأول، بقول لك ألف مبروك، تعب يعني شهور كتير، مجهود عظيم شايفينه طبعا منكم يعني برئاسة كابتن محمود الخطيب. أكيد النهاردة بقى كلمني، شايف الافتتاح إزاي؟ وطبعا يعني إحنا شايفين مجهود كبير جدا، كلمني عن ده. والله في البداية طبعا احنا سعداء جدا جدا باليوم ده، بنبارك لكل اعضاء النادي الاهلي. صرح جديد، احساس يعني المشاعر كلها متلخبطة، محدش مش مصدق ان ثلاث سنين ونص عدوا من يوم وضع حجر الاساس. ما كانش فيه اي حاجة هنا، ما كناش عارفين نوصل ازاي، انه يعني زي ما بيقولوا كده القاهرة الجديدة زي ما يكون شريان الحياة دب فيها. الناس كلها لو تشوفي الناس كلها وتواجد الناس دي كلها في مكان زي الفرع هنا، من كام شهر ما كانش حد يعرف النادي ده فين، ازاي ده هيأثر على المنطقة بالكامل، ازاي هيأثر على الاستثمارات بشكل عام. يعني دي بشكل غير مباشر النادي الاهلي دوره بشكل غير مباشر في التنمية المجتمعية وفي الاستثمار، تقديم منشآت رياضية على مستوى عالي جدا زي اللي احنا شايفينها النهاردة، خدمة بنقديها للأعضاء ان يبقى عندهم فرع ثالث ورابع وخامس باذن الله لمتنفس جديد. بنقرب للناس لان الفرع طبعا في منطقه القاهره الجديده، وشرائح كتير من اعضاء النادي الاهلي كانوا زحفوا في المنطقه دي، منطقه القاهره الجديده ومدينتي والشروق، بتقربهم تاني ان هم يخشوا النادي. مزايا كتير جدا جدا، يعني كفايه فرحه الناس النهارده لا توصف، المستوى والكواليتي اللي بنقدم بيه النادي لاعضاء النادي واللي الرياضة بشكل عام. وزي طبعا ما تفضل دكتور أشرف صبحي وقال وأثنى على المشروع، لا النهاردة يوم تاريخي، يعني يوم 1/6/2023 بالنسبة لنا يوم محفور في الذاكرة ومش هيتنسي. وأعتقد كمان إحنا من اللي لمسناه من الأعضاء اللي حضروا حاجة في منتهى السعادة، يعني إحنا مش حاسين بكل التعب والمجهود اللي قضيناه ثلاث سنين ونص، وإحنا كمان في مجلس الإدارة يمكن اقل ناس عملنا مجهود، يمكن بس في وضع الاستراتيجيات والبلان، لكن في ناس كتير جدا تعبت، العمال والاداره الهندسيه والموظفين والاشتراكات والعضويات، كل دول حبوا ان احنا نقدم حاجه كويسه للرياضه المصريه بشكل عام ولاعضاء النادي الاهلي بشكل خاص. يعني سعادتي لا توصف، يعني الحمد لله. دكتور مهند، ذكرت طبعا ناس كتير بقت متواجده في القاهره الجديده، كلمني بقى عن توافد الاعضاء في الفرع ده. يعني اكيد متابع يعني من فتره، يمكن اعضاء كتير كانت مستنيه الفرع ده بالفعل يعني يفتتح، كلمني بقى عن الاعداد يعني لحد دلوقتي. والله الاعداد احنا دلوقتي لسه ما احصرناهاش، لانه زي ما الناس كلها عارفه ان عضويه النادي الاهلي هتزيد في خلال المستقبل القريب جدا، في خلال شهر او شهرين. فبالتالي ده شجع الناس، افتتاح الفرع ده شجع الناس كتير جدا انها تعمل العضويه. يكفي بس ان يعني فيديو قصير للكابتن محمود الخطيب اللي طلع من حوالي 10 ايام او اسبوعين قال فيه ان الفرع هيفتتح يوم 1/6، كلمه صغيره من الكابتن محمود الخطيب جابت حوالي 350 عضويه. 350 عضويه برقم يدى انتعاشه، الانتعاشه دي بتفرق على كل مستويات النادي الاهلي، يعني مستوى قطاع النشاط الرياضي، قطاع كره القدم، مستوى الخدمات للاعضاء، مستوى المنافذ، مستوى الكواليتي اللي احنا بنكمل بيه الانشاءات، لان كل ده عايز طول الوقت ان انت تضخ موارد ماليه كتير. فاحنا بنامل او عندنا امل كبير جدا انه في خلال الفتره اللي جايه، يعني عندنا اكسبكتيشنز للعضويه هتوصل يعني اعدادها الرقم
يعني يرضي طموحنا ان شاء الله ويرضي اعضاء النادي الاهلي لان هم اللي شايفينه ده. اي حد دلوقتي هيبقى يتمنى انه يكون شريك نجاح في الفرع ده. فمش عايزين نقول ارقام لا عشان يعني ما يعني نتفائل خير وتبقى ان شاء الله فوق توقعاتنا باذن الله ان شاء الله. دكتور مهند مجدي نورتني طبعا وبشكرك وبالتوفيق طبعا ليكم دايما. بشكرك ليكم جدا على التغطيه بتاعتكم ودايما طبعا موجودين معانا ضلع وشريك اساسي في النجاح. شكرا لكم. طبعا زي ما احنا شايفين فرحه كبيره اكيد يعني كمان من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مجهود عظيم. الحقيقه النهارده يوم تاريخي. ده كان لقائنا اكيد مع دكتور مهند مجدي احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. الكلمه ليكم مره اخرى. بنرحب بيكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصرية وتغطية طبعا افتتاح النادي الأهلي فرع التجمع. ومعي في هذه اللحظات بقى نجم حفل النهاردة يعني طبعا سوبر ستار أحمد جمال. فده طبعا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. سعداء جدا ان انت كنت معانا النهاردة. عايزك بقى تكلمني على الأجواء. يعني طبعا كيان النادي الأهلي كيان عظيم وانا عارفة ان انت بتنتمي ليه طبعا. فعايزك بقى تكلمني عن كل الأمور دي. الأول طبعا برحب بك هنا وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي. الحقيقة اليوم النهاردة جميل يعني من أول اليوم ومن حتى من وأنا بحضر الكواليس من يومين للتحضيرات البروفات الحفلة يعني شايف اهتمام كبير وتنظيم كبير ما شاء الله. الشباب كلهم ما كانوش بيناموا الحقيقة. فكرة الافتتاح الفرع نفسه ان يبقى فيه فرع جديد في التجمع ده بالنسبة لي حاجة حلوة لان انا من هنا من سكان التجمع ومدينتي فبالنسبة لي دي حاجة حلوة. فكرة بقى انه يعني انه النادي الاهلي معودنا دايما على المفاجآت والانجازات اللي ما بتخلصش ما شاء الله زي البطولات كده. الحقيقة الواحد فخور ان هو من جمهور النادي الاهلي والشرف الكبير بقى انه النهارده اكون مشارك في الحفل النهارده. دي حاجة يعني مكالمة حتى كابتن محمود الخطيب امبارح دي كانت مكالمة يعني مفاجأة بالنسبة لي وشرف كبير ليا ان اكون موجود النهارده. والحمد لله كنا قد المسؤوليه عملنا حفله حلوه والناس مبسوطين. يعني فعلا الجماهير كلها كانت مبسوطه قوي. شفنا في تفاعل كبير جدا من كل الاعمار الحقيقه الاعضاء الصغيرين والكبار وكمان طبعا النجوم والفنانين اللي كانوا موجودين. بس اكيد مش هينفع اعدي بقى من غير ما اتكلم عن طبعا مكالمه كابتن محمود الخطيب ليك اكيد. يعني طبعا هو الحقيقه يعني الفضل يرجع لهشام جمال بقى هو صديقي اللي كان يعني شغال على الحفله بقى له اكتر من يمكن شهر شهرين على حسب بيقولوا. يعني لقيته بيفاجئني امبارح بيكلمني وقال لي كابتن خطيب عاوز اشكرك على حضورك بكره يعني. وكانت مكالمه لطيفه جدا. اولا كابتن محمود بالنسبه لي انا قلت قبل كده ان هو نفس مواليد نفس سنه بابا فانا بعتبره والدي يعني في نفس سن والدي. والحاجه الثانيه انه هو رمز بالنسبه لنا كلنا كاهلاويه في تاريخ النادي الاهلي. فانه يكلمني ويقول لي انه احنا هنسعد بوجودك بكره وهتشرف الحفل وكده دي حاجه كبيره طبعا بالنسبه لي يعني مكالمه مهمه. والحمد لله ان احنا قدرنا نسعد الناس اللي كانوا موجودين النهارده وردود الافعال عماله توصل لي على الواتساب من ساعه ما خلصنا يعني. دي الحقيقة كان الحفل مميز جدا. طيب احنا اكيد داخلين على مباراة مهمة جدا ونهائي دوري ابطال افريقيا وانا عارفة انت بتشجع كورة اكيد وبتحب كورة ونادي الاهلي. شايف ازاي المباراة دي؟ يعني طبعا ماتش صعب بس احنا عندنا في تار بيت من السنة اللي فاتت فيعني احنا الدوافع عندنا اكبر. اتمنى ان شاء الله نخلص الماتش الاولاني هنا يعني عشان نروح مرتاحين ان شاء الله ما نبصش بقى لتحكيم وحاجات. وانا متفائل يعني اللي خلى البطوله تجي لنا تاني من ضربه جزاء اطهر الطاهر حبيبي الملايين دلوقتي فيعني خلينا نقول انه ان شاء الله انا متفائل البطوله تكون ال11 بتاعتنا ان شاء الله. طب في النهايه بقى عايزينك تغني اغنيه للنادي الاهلي كده نختم بيها. اغنيه للنادي الاهلي هو احنا طبعا بنحضر لاغنيه جديده للنادي الاهلي على فكره من الحاني و هنجهزها يعني ممكن تبقى في الاحتفال الجاي بقى ان شاء الله. بس احنا ممكن الهتاف بقى الشهير بتاع النادي الاهلي اللي هو جمهوره ده حما على الحلوه والمره معاه عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني دايما معاه والاخر الكون
عمري عشان الاهلي هون. هكذا. مشكوره جدا طبعا النجم الكبير احمد جمال، سعداء جدا انت كنت معانا النهارده، الحقيقه كان حفل افتتاح مميز جدا، بشكرك مره ثانيه اكيد. ميرسي يا هنا، وشكرا ليكي ولكل الناس اللي بيتابعونا. شكرا جدا. شكرا.